أصدقائي كيفكم؟ شو الأخبار؟ بس صار في حدا موجود يعطيني خبر، لأنه بدنا نحكي مع شخص أونيل اسمه، هو من سوريا. أونيل بيشتغل دروب شيبينج وأونلاين بيزنس، ففهمت منه كتير أمور لها علاقة بشغله، فبدي إياكم تشوفوا شو رح يحكي. ما بعرف بالضبط، يعني أنا رح أتعرف عليه مثلي مثلكم، كأنه شاب مرتب. كيفكم يا جماعة؟ مرحب. هذا اللايف استثنائي، بدنا نحكي فيه مع شخص، بس صار العدد جيد بشرح لكم شو الفكرة. كيفكم؟ طنوني عليكم، شو الأخبار؟ ليكم عم يبعث لي طلب ماهر لايف للريكوست. ماهر، والله شيء شوي ممكن، بس لأنه في شخص قلت له تعال نطلع على اللايف ونحكي بالموضوع، عرفت؟ فخليني أقبله. والله بعد إذنك أونيل، فيك تبعت طلب انضمام، فهمتني؟ فيك تبعت طلب انضمام على اللايف منشان أنا أقبلك وتطلع معي ونحكي على العالم عن الموضوع. هذا الشاب يا جماعة، أنا شايف العدد صرنا 13، هالمرة راح أحضر من الأول للآخر. لك كفو كامل الورد يا جماعة، بس اللي عم تبعتولي طلب ريكوست على اللايف، بس طولوا بالكم علي شوي، لأنه في شخص بدنا نحكي معه راح يحكي لنا شغلات والله جميلة. يعني أنا حسب ما فهمت منه الشاب عنده بدنا أونيل. إيه والله بدنا أونيل. دقيقة لنشوف شو الجو. أونيل كأنه ما كأنه وصلني، ثواني. مزبوط، انت بعتت بس ماني يا جماعة، ليش انا صاير عندي مشكلة بالقبول حدا على اللايف؟ هذا هو أونيل كأنه، صح؟ بتوقع مش الحال موستاز؟ شلون؟ عم تسمعني؟ بسمعك يا جماعة. سمعين الشاب صوته واضح؟ كيفك أونيل؟ شو أخبارك؟ شو هالاسم المميز هذا؟ هلا أستاذ، وأخيرا قدرت أحكي معك. صار لي تقريبا والله بصراحة سنة عم بتواصل وأتابع فيديوهاتك. بس بدي أعطيني قلبك حبيبي. أول شيء قل لي شو هالاسم المميز هذا؟ شو جذوره؟ من وين جاي؟ لأنه أول مرة بعرف إنه في اسم أونيل بالحياة. أونيل بصراحة أتوقع أبوي سماني على لاعب كرة سلة اسمه شاكيل أونيل. أونيل اسمه يعني آون إيل، هو الله. والله جميل، مميز الاسم آون إيل، هو الله. حسب ما فهمت منك أنت من سوريا، صح أونيل؟ من سوريا. من نعم. سوريا حبيبي يا أونيل. تمام خيو، أنا الكلام اللي قلت لي إياه بالمحادثة بيني وبينك كتير لفت نظري، حسيت إنه هيك والله عندي شعور إنه أنت عندك تجربة مميزة. شيء حسب ما قلت لي كيف العالم كانت عم بتقلك انه ما رح يزبط، ما رح يمشي كذا، عرفت؟ وبعدين ضليت متابع لبين ما وصلت للي انت فيه. ف وكمان الاشخاص اللي حابين يعني من خلال الحديث اللي حابين تسألوا اي سؤال والله يكتبوا. فأونيل اول شيء شو بتشتغل؟ شو عمرك؟ والله استاذ انا 21 سنة عم بدرس انا عايش بموقين جاشوبين بسويد. جميل. وعم بدرس شغلات كمبيوتر هيك شيء 5 سنين. حلو. اختصار. حلو. وعم بشتغل بهوتيل صراحة. ولو ريسبشنست يعني بالريسبشن هيك. ايوه تمام. والله صراحة هذيك الصيفية الماضية اشتغلت 3 شغلات. قلت رح اشتغل 2 لإلي وواحد رح احطه كله بالشركة، يعني المصاري اللي عم تجي لي. فأنت فتحت شركة من شان متجرك كأنه، صح؟ فتحت شركة قبل تقريبا 2 سنين وبلشت فيها. جميل. اول ما بلشت حاليا بهاي اللحظه انت ايش قد عم تعمل بالمتجر؟ شو قد صرت عامل فيه حسب ما قلت؟ تقريبا عامل 200 ل 220 الف. اوكي خليني، ليش هي ما عم تشتغل؟ خليني اشوف. يعني مو 2 سنين انه عم بشتغل تقريبا عم بقطع، عم بشتغل 3-4 ايام اسبوع شهر، وعم بقطع اروح شهرين ثلاثه هيك عم يصير الوضع. 200 خلينا نقول وسطيا 210,000 من الكلام اللي قلته. تمام. يعني انت صرت عامل لك شيء 20,000 دولار زايد ناقص هيك شيء. تمام. خلال قديش أونيل؟
سنة سنة ونص سنتين سنة سنة ونص أي هيك شيء بالمتجر اللي أنت عم تشتغل عليه ما عمل غيره؟ لا 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 بس واحد اشتغلت عليه. هلا أنت من أحد الأشياء اللي بعت لي إياها بالمحادثة كنت عم تقول لي صار عندي مخزن منيح بالبيت. نعم ما اشتغلت. ليش المنتجات من وين عم تجيبها؟ كيف بلشت؟ شلون وصلت لمرحلة صار عندك منتجاتك بالبيت؟ يعني احكي لنا والله. والله شلون بلشت اتفرج على فيديوهاتك اللي نزلتها على الانترنت، شلون تشوف منتج مربح، شو العالم محتاجتها من الغراض، شو اللي ما راح يموت. مرة شفت فيديو حضرته وكنت منزل ماسكات، ماسكات كان فترة وانقطع يعني. فرجت أنا هذا البرنامج اللي بيشوف شو المنتجات المربحة على الكمبيوتر، كمان حضرت كل فيديوهاتك من وراها فتت على علي بابا مثال، شفت ايش المنتجات المربحة، ايش اللي عم ينباع اكثر شيء. جميل. جربت شغلات كثير اول شيء، جربت اول شيء فتحت شركة ثياب اول شيء عم جيب يعني قصدك متجر ثياب؟ اول شيء بلشت بالثياب، فتحت شركة ثياب، جربت بالثياب ما مشي الحال. سكرت وفتحت. شلون عرفت انه ما مشي الحال؟ استاذ صارت انه اللي ما عم يقدر يشتري اديداس يعني بلوزه اديداس ما بقى واحد عم يقدر يشتري هالوضع اللي عايشينه هلا. بده واحد تكلفه الثياب اللي اسويها انا عم تكلف اكثر من 30 يورو. لا بيروح بيلبس اديداس مش شركه مشهوره ونظاميه وفي عندها هديك 30 يورو 200 يورو يقدر يشتري اديداس. فقلت هذا ما راح المنتج ما راح ينجح يعني. مستحيل تكلفه كبير علي. يعني البلوزة عم تكلف 30 يورو 35 يورو هاي بس علي، بدي احط 220 يورو عليها مستحيل حدا يشتري. وشركة ناضجة مستحيل خلص راح يروح يشتري نايك او اديداس. فبالتالي انتبهت على شغلة هون انه لازم الواحد يعرف ايمت ينسحب. مزبوط، لازم تعرف ايمت توقف. في اشخاص بيضلوا عم يحاولوا بالمتجر، بيضل عم يحاول وعم يحط فلوس وشايف انه عم يخسر كل يوم كل يوم كل يوم. فالفكره انك انت ما تكون عنيد، ما تكون مؤدلج تبع انه انا لازم ينجح. هذا الكلام منطقي وفيه دافع وفيه هيك هذا الحماس، بس هو مو شرط يكون دائما صح. والله فبالتالي لازم تعرف ايمت تطلع. مو تجربه، قريت كتاب، كان في كتاب عم يحكي انه اسمه الفئران، الاخوان الفئران والشبان، انه اذا شفت الشغله ما عم تمشي انسحب او غير المكان او غير فهذا من قريت هالكتاب وعرفت انه خلص مكاني مو هون. طيب حلو. دركت. فبعدين قررت انك تروح تشتغل بالاكسسوارز حسب المتجر اللي شفته عندك صح؟ نعم. ليش رحت على هذا النيش؟ والله شفت كثير انت عم تحكي انه اشتغل على البنات، بنات عندهم يعني هن اللي عندهم المصاري، هن اللي عم يشتروا دائما، هن اللي بنات دائما عندهم المصاري. ففتحت اول شيء بالبنات وفوتت شباب مع بعض واشتغلت على اكسسوارز. يعني شغله رخيصه تقدر تجيبهم كميه رخيصه، تقدر تبيعهم مع بعض يعني الحلق وال تعمل ايش اسمه البندلز، ايوه الخاتم، هذا كله تقدر تبيعه مع بعض بيزيد مربحك، مو مثل قطعه واحده تبيعها بس وخلصت، لا تقدر تنوع بالمبيعات فعم يزيد اكثر هامش الربح تبعك. احمد عم يسال وين الشاب ساكن؟ اونيل اسمه الشاب، ماشي؟ هو ساكن بالسويد. الك زمان بالسويد اونيل؟ والله صار لي 7 سنين استاذ. جميل جميل، ناديني فراس، ما ضلت تقول لي استاذ. خلاص بس ناديني استاذ فراس. طيب اسالك كمان سؤال، فانت بعد ما بلشت تشتغل بالاكسسوارز كمان كنت عم تبلش تجربه جديده ما انك عارفان الموضوع وين راح يروح. صح، وجبت اغراض وكبيت اغراض ووزعت اغراض كثير لعرفت المنتجات المربحه وايش بدهم الشباب والبنات. خلص ركزت هالشغلتين وجبت منهم. اول شيء نوعت كثير وخسرت كثير ووزعت اغراض كثير صراحه. طيب ليش انت البداية رحت اشتريت اغراض مباشرة بكميات وجبتها لعندك؟ ليش ما عملت دروب شيبينج، تراديشنال دروب شيبينج عادي؟ استاذ دروب شوبينج بالسويد ما يمشي الحال. الشعب السويدي يومين ثلاثة ما عم يقدر يستنى على الغرض، انه يستنى اسبوع مستحيل حدا يشتري من عندك. فهذا من خلال تجربتك تبين معك انه انا تجربتك حسب البلد اللي عايش فيه، حسب اكيد اختلطت مع الشعب. الشعب مو مستني يعني يومين ثلاثة ماكسيموم لازم الغرض يكون واصل له على البيت.
بالسويد هيك الجو. بالسويد هيك الجو تقريبا، كل المحلات يومين ثلاثة، ثالث يوم لازم يكون واصل عندك. يا يعني رجل مرات هون بألمانيا أنا بعد ما انتقلت وصرت أشوف قديش مثلا بطلب شغلة من على النت قديش بتطول كذا، صرت أقيس. بتعرف أحيانا أنا بطلب أشياء من أمازون بتوصل بعد 4 5 أيام 6 أيام. صاروا أمازون كثير. اللي بيوم من الأيام كان الستاندرد اللي تعالى متقارن الشحن فيه. لوجيستكس مو شرط يكون دائما ممتاز، يعني يا جماعة 3 4 أيام بالشحن والله رقم عادي جدا، ها و5 أيام كمان. بس أنت بالسويد كأنه هيك الوضع عندك مختلف. هيك الوضع، يعني يوم لثلاث ايام بلشوا العالم ينقوا. هلا عندي زبون امبارح موصي، يعني يقول لي ما اجى علي اليوم، لانه يعني كاتب من يوم لثلاث ايام. يعني تصور اشقد تاني يوم فورا. ثاني يوم، ثاني يوم يعني امبارح وصل، اليوم كتب لي انه وين اغراضي انا. جميل. طيب في يا جماعة اللي حابب يسأل أونيل شي سؤال، حابب يعرف من تجربته كذا، أنا هذا هو السبب اللي خلاني أعمل هذا اللايف. يعني كان فيني أحكي أنا وهو لايف برايفت لحالنا وخلاص أفهم منه أعرف شو بده أساعده شو فيني أعمل كذا وخلاص خلصت يعني. فاللي عنده سؤال حابب يسأله إياه يتفضل يكتبه. طيب أونيل أسألك كمان سؤال. فهون أنت فتحت المتجر تبع الأكسسوارز من إيمت تقريبا؟ من سنة ونص. من سنة ونص أستاذ فبالتالي كنت عم تشتغل على ثيم، شو كان الثيم اللي كنت عم بلشت تشتغل عليه؟ ثيم مجاني، بس تعبت عليه كثير، دورت على فيديوهات اني احسن منه، انه مثال تطلع هاي اللي تهز، تطلع اشقد فيها عدد موجود تشتري هلا. يعني تعبت على ثيم كثير كويس وسويته سيمبل كثير كثير، بس كان عندي مشكلة اني كنت حاطط الشحن مو مجاني، كنت حاطه 4 يورو على الشحن. وبالسويد كان في منافسين كثير نفس يعني نفس عمري، هن كمان فتحوا بس كان الشحن مجاني عندهم. قمت قلت رح نقص من الاسعار وحط الشحن 40 كرون، يعني 4 يورو. بعدين بعد فيديوهاتك بلشت نزل انه الشحن مجاني افضل بكثير، وبصراحه دايركت لما شفته خلاص غيرت دايركت من يعني شكل المحل، سويته مجاني وزادت المبيعات يعني اكثر بكثير، يعني حلو كثير كتير، زادت. حلو كتير. زادت المبيعات، ما شفنا شيء اونيل والله سنت ما شفنا راح والله اوريك، راح سنت ابعث لك نفسه. الفيديو، راح ابعث لك تدخل على المتجر وتعمل فيديو اذا بدك على الانترنت تشوف. ايه شفت شفت كم مره فيني ليش لا، تبعت لي منفوت منشوف كذا ايه ان شاء الله. والله. وشكرا كثير يا اونيل هيك انك هيك شخص منفتح ما عندك مشكلة بتشارك لا معلومات. لا استاذ لا، طيب قلت لك بعثت لك صوت حتى، قلت لك افتح وشوف سوي لك فيديو انت كمان استفاد منه. يعني انه لانه شفت مرتين نزلت فيديو عن واحد من السويد ديكور واضافه، كان مو ايش اسمه والله نسيت. فجميل، معناها عندك سؤال. احمد عم بيقول لك عندي سؤال، هل تشجع انه شخص يكون مسؤول عن متجرك؟ وهي ممكن تاخذ بالشهر ممكن نسبة بسيطة او مبلغ بسيط. يعني عم يسألك انه انت من خلال تجربتك طلع معك انه ممكن حدا يدير لك متجرك ولا انت بتديره بايدك؟ شو بين معك الافضل؟ والله استاذ بلشت اول شيء لحالي ولهلا مكمل لحالي، بس في عندي شخص عم يساعدني كمان هلا، هو عم يبعث الميلات كل اسبوع انه في عروضات وهالشغلات. بس لما بلشت لحالي ومو صعب بنو، يعني مثل ما قلت 100 مره انت يوتيوب موجود وتقدر ايش ما بدك تطالع من يوتيوب تتعلمه. طيب يعني حلو. ملاله مو صعب، يقدر واحد يكمل لحاله. طيب حلو. هلا انت بالبداية لما بلشت تجيب منتجات فورا بلشت تجيب منتجات لعندك. طيب بوقتها طريقة اختيارك للمنتجات كانت مبنية على ايش؟ عشو كنت عم تعتمد لحتى كنت عم تقول لحالك هذا المنتج بدي اجيب منه مثلا 20 قطعة 100 قطعة 1000 قطعة؟ كيف كنت تاخذ هذا القرار؟ والله فتت على شركات كبيرة بالسويد تبع الاكسسوارات وشفت ايش عندهم عم يبيع اكثر شيء بالطريقة اللي علمتنا ايش عم يبيع اكثر شيء. فشفت انه في مثال اكثر شيء عم ينباع عندي هن هدول، شفت بالمتاجر السويدية كثير انه هدول عم ينباعوا فعلا. يعني في 50 متجر بالسويد كلهم عندهم من هاي ومن عند كل عم تنباع. جميل. جبت هاي، فتت على تبع الشغلات تبع البنات، شفت انه في هذا الحلق، هذا النمط من الحلق عم يشتغل. جميل. نفس الشيء هذول تبع الايد، الحلق،
اطباق، كله هيك سويت. فكنت من هداك تعتمد على البرنامج انك تشوف متاجر تانية شو عم تعمل، شو منتجاتهم البيست سيلرز وكذا، وتحاول تجيب مثلها. تماما. طيب كمان انت ذكرت شغلك، انت قلت بحديثك انه في منتجات جبتها كبيتها وزعتها تخلصت منها، كيف صار هذا الخطأ؟ شغلة أنا حبيتها شفتها حلوة، بس ذوق البنات ما بقى ما بقى يعني ما يقدر واحد يتنبأ فيه. جبته فكرته رح يمشي، ما مشي. البنات ما يحبوا من هالنمط، شباب ما يحبوا من هالنمط، يعني ذوقي أنا ما مشي. يعني واحد بس بده يفتح شغلة لا يمشي كثير على الذوق، إيش اللي عم يشتغل يجيبه خلص، يشتغل بهالشغلة، هذا عم ينباع خلص جيبه، عم ينباع رح يمشي إن شاء الله، تجيب أجمل قطعة من الكون خلص، هذا اللي هو عم يمشي جيبه ومشي فيه. وأنت كمان جبت كثير شغلات على ذوقي ما مشيوا، وزعتهم بلاش، كبيتهم خلص، عرفت إنه هذا الشيء عم يمشي بالسويد، خلص هذا جيب، لا تنوع أكثر وأكثر، لأن يعني زيادة التنوع مرات بتضرك ما بتفيدك. لكن لازم تكون الكوليكشن محدودة ليميتد، ما يكون في ناس دائما بتفكر انه انا بدي اعمل متجر لازم احط لي 200 300 منتج. هيك نحن بلش بسوريا ما بنقول بسوريا اذا بدك تحيره خيره، صح؟ بس هيك بدك بلش تحير حدا اعطيه كومة خيار. فلما جبت بتكون ماكسين وقف عندي، يعني وقف خلص جميل وزعتهم كلهم. جميل حلو كثير. طيب هلا قل لي مثلا كيف عم تعرف انه السعر اللي عم تحطه للمنتج صح؟ كيف عم يبين معك انه هذا المنتج سعره صحيح؟ يعني شو الطريقة اللي انت عم تعملها؟ استاذ في عندنا هون محلات بالسويد، هلا ابوي انا عنده محل حلويات هون بالسويد، حلو. بيجيب شغله كواليتي، مثال هاي كواليتي خلاص، هاي انا بدي الزبون الموجود 10% بالسوق منه، بده شغله ثقيله ما بده شغله طبعا رخيصه، انا حلو بدي استهدف هال 10%. وفي عندنا جميل محلات بيبيعوا شغله ب 10 كرون بدهم 90%، اللي ما بده لا طعمه ولا كواليتي ولا هاي، حطيت بالنص انا، لا غالي ولا هاي الا رخيص، بدي زباين المتوسطه، لا يدفعوا غالي مبالغ فيه ولا يدفعوا رخيص انه للكب يومين ينكب المنتج. فاستفدت من ابوي، استفدت انه في محلات كثير انه مثال ما عم تجيب كواليتي 100%، لا 50% بكفيني، انه هاي الشغله ضايلني سنه سنه ونص سنتين بكفيني انا خلص، انه هاي اللون تقريبا هذا لونه سنتين ما راح يروح، خلص بكفيني، لانه حتى الزبون بده يغير بده يجدد دائما، هاي الشغله صحيح ما راح تروح معه عمر كله. صحيح صحيح فهيك اشتغلت، وحطيت منتج خليه لا غالي ولا رخيص، خليه بالنص. حلو كتير. طيب انت لما عم تحدد انه انا بدي احط اسعاري بالنص، بالنص بين مين ومين؟ مين هن اللي انت عم تقارن فيهم؟ متاجر موجودة بالسويد اونلاين بتبيع نفس منتجك، ولا بالسوق بشكل عام؟ يعني كيف عم تبني يعني الكومبيتيشن، يعني فهمت عليك. استراتيجية المنافسة، مين المنافسين؟ كيف حددتهم؟ كيف عرفت انه انا هدول منافسيني اونلاين ولا اوفلاين؟ فهمتني اكيد. في هلا في بنفس المجال اللي عم بيشتغلوا فيه خمسه سته عم يشتغلوهم بالسويد، هن كمان على الانترنت. عم فوت عم شوف عندهم نفس المنتج يا اخي، بس مثال انا تغليفه المنتج عندي عم سويها احلى من عندهم. يعني شو قلت؟ مثال عن تغليف المنتج. تغليف المنتج، اشتريت له ايش يقولوا علبه، عم حطهم بعلب، عم غلفهم حلو كثير، عم حطهم كل شيء مطبوع باسمي علب هالشغلات. مش المنافسين ما عملوا هالشغله، عم يبعتوها بعلب عاديه، لا انا عم بطبع اسم الشركه تبعي عليها كله موجود. جميل. عم ببعت فراكت انه يروح الزبون يجيب المنتج من المحل، مو يصل على البيت ينسرق ما ينسرق. هون عندنا بالسويد شغله اسمها فشاكرة، انت فشاكرة يعني شغله يعني محميه ومو محميه، اذا ضاعت فهمتك. القطعه انت عم بالشحن تسوي يعني. بالشحن ايه اكيد طبعا. بتضيع. جميل جميل جميل. طيب عم نسق بيناتهم عم نشوف ايش عم حلو، برافو عليك يا اونيل، والله العظيم بربي انك وحش. شكرا لك استاذ، والله من اول ما حضرت فيديوهاتك قلت خلص مع الشاب راح مع معك راح اصل يعني لمحل، والله ما شاء الله تعبت وسويت وكله بفضلك الله والله استاذ. يسلمك الله يسلمك يا اونيل، بس والله ما شفنا شيء يا جماعة، قسما بالله خلص سلم. تكرم ما بدي تكرم، شو تكرم يا زلمة، شو تكرم تكرم استاذ، لك حبيبي ما يا راح اونيل. تحكم انا والله بس اشوفك هيك ناجح، هيك
تقول لي انا تعلمت منك شيء ويعني وعامل لي دخل، عامل لي كذا، والله هي لحالها بتكفيني. عم بمزح معك. ها لا طيب لا والله شكرا كثير كثير، وساعدت كثير يعني بالفيديوهات، متأكد رح يستفيد منه كثير الشباب، يعني عم شوف عم يحاولوا الشباب، بس ايه اكيد طبعا، ما كلنا عم اللي معك يقدروا بيحاول. لأنه بالوطن ايوه العربي في كثير بالوطن العربي ما عم يقدروا، بس اللي بأوروبا لا عم تجتهد وعم تعمل، يعني شفت ناس كثير. حتى الناس اللي بالدول العربية اليوم في كتير طرق تلتف على الأمور، تلاقي أمورك تمشي، ترتب وضعك من هون من هون. فيك يعني في شغلة، في ناس دائما بتفكر على المشكلة، إنه يا الله أنا في عندي مشكلة بكذا، مشكلة بكذا، شلون بدي أحل هاي العالم. هلا أنت بلش اشتغل، حاول، بعدين بتطلع قدامك مشكلة بتلاقي لها حل. شفتها كتير عصلجت، حطها على طرف، فكر بغيرها، ما بتلاقيه بلحظة ما زادت معرفتك بترجع بتحلها. ما بصير انت توصل انه انا بدي احل كل المشاكل، يكون كل شيء بالمية مية بالمية صح بعدين انا ببلش، مو شرط. طيب كمان اسألك سؤال اونيل، هلأ انت سعرت منتجاتك، لقيت الناس اللي عم ينافسوك بالسوق، حددت شلون بدك تشتغل، صرت تعرف كيف المنتجات اللي بدي اجيبها من خلال شو الناس عم تبيع، كيف انت عم تبيع، كل هاي الامور، وقررت وبلشت تشتغل. هلا في سؤال هيك على هامش الحديث بدي اسالك اياه، شو شعورك كان لما اجاك اول مره بيعه؟ ما صدقت والله ما صدقت لما جاني اول مره، يعني اول زبون جاني اشترى، ما صدقت، قلت معقوله كل هالمحلات وكل هاي اجوا اشترى من هون من عندي، حتى بعثت له رساله قلت له انت اول زبون وما راح اخذ منك، رجعت بربك له الرطابي ايه والله، بعثت له الغراض بلاش، اعطيته يعني يا بلا. اعطيته اياه ببلاش، قلت اول زبون شلون، يعني شلون استرجع ووصى من عندي. عندي شغله استاذ مثل ما قلت هلا انه الواحد لا يستسلم، لهلا عندي بالمتجر ما عندي انك تشتري بالبطاقه، انه تحط ارقامك بالبطاقه وتشتري ما عندي، لانه لهلا ما وصلت بالمتجر، عندي عم بشتغل على كلارنا وعلى السويش. ايه بس هدول الاثنين، هدول الاثنين بالسويد طايرين طيران، يعني امورك حلوه. بس بساعدك بموضوع الكريدت كارد، تكرم اكيد. طيب يعني اسالك كمان الواحد لا سؤال، يستسلم، قل لي الواحد لا يستسلم مثل ما قلت، انه راح ايه يطلع له طبعا عقوبات، بس واحد يتواصل يعني. طبعا. طيب اقول لك شغله، اسالك سؤال، وهذا السؤال كثير كثير بدي اياك عن جد تجاوبني عليه. شوف يعني جاوبني عليه كيف ما بدك، باستفاضة إذا بدك. إن شاء الله أكثر مشكلة بتواجه الناس بهذا المجال إنك كيف تقدر تضل مضاين على الشغل، كيف تقدر تضل متحمل، إنه دائما أنت بتكون بحالة توجس، عجب رح يمشي الحال، بيزبط ما بيزبط، اللي عم بيزبط مع الناس ليش معي رح يزبط. في كتير أمور بتضل أنت عم تفكر فيها، تتوجس منها، بيطلع لك مرة تطبيق جديد، مرة بتلاقي الناس عم تعمل هيك، تقول أنا ما عم بعمل هيك، معقول أنا عم بعمل غلط. في نوع من القلق بيضل موجود عند الناس لما بتدير متجر إلكتروني، أو لما بتكون عم تشتغل بشي هي مو متمكنة منه 100%. هلأ خلال هاي السنة ونص كيف كنت عم تتعامل مع هالموضوع؟ مثلا تشوف تطبيقات جديدة ما عندك إياها، تلاقي طرق جديدة، شلون كان اللايف ستايل؟ كيف كنت عم تدير المتجر؟ شو تعمل يعني؟ هلا استاذ، الواحد عشان يفتح متجر بصراحه لازم يكون عنده شويه مصاري ليبلش، يعني واحد انه من الصفر ليبلش صعبه شوي بصراحه، انا عانيت في اول 5 اشهر ما معي سيوله كافيه، ما عم بقدر اوصي، ما عم بقدر اشتري برامج، ما عم بقدر، يعني السيوله اذا بده واحد عشان يبلش انطباق صحيحه لازم يكون شويه سيوله، لانه يروح يتدين ويبلش أكيد ما افضل. طبعا. فاشتغلت والله صراحه 3 شهور، اشتغلت 3، وواحد كنت عم صمده للشركة واثنين كنت عايش فيها، وشوي شوي بلشت اشتري واشتري واشتري، وصار عندي مثل ما عم تشوف استاذ بالبيت كله عندي، يعني كامل مكمل، عم ببعت كل شيء من هون، والله العظيم انك وحش، فكل شيء اقسم عم بالله ببعته من بربي هون. انا بدي اسبق لك قدام يا جماعه عن جد، حطوا له قلب، حطوا له ما بعرف، اعملوا هاي الاجواء اللايف. ان شاء الله رح افرجيك يا من بعد ما نحكي انا وانت، ما بعرف رح فرجيك، يعني رح فرجيك كم طلبية عندي اليوم. ايه شوفنا والله وحش، هالشاب اللي كتب له وحش، اقسم بالله وحش. شاب انت عم تحكي عمرك 21 سنه، فاتح بزنس لحالك، عم تديره من بيتك ببساطة، عم تتعلم شيء جديد. شو هدول اونيل الاوردرات عم تطبعهم على A4؟ حلو. ايوه تقريبا عندي 30 اوردر اليوم، كان لازم ابعتهم. هدول بس اليوم؟
جت يا اليوم جماعة عن جد قولوا له ما شاء الله، والله العظيم بحر نروح ريكي كان ننحسك ان شاء الله. نحسدك يا زلمة، أعوذ بالله. لا لا والله ان شاء الله الله يهنيك، وإن شاء الله يصيروا 300 كمان، يشجع 3000 يشجع، كمان. كله بفضلك مثل ما قلت لك، كله حضرت فيديوهاتك وتابعت وصبرت، واللي يصبر يصل استاذ. تماما، الموضوع بيعتمد على انك ما توقف، تضل متابع تضل متابع، شو ما كنت عم تشتغل على المتجر ما تضل. يا جماعة في عالم عنده طبع انه ببلش بالموضوع هيك بيوصل لنص المتجر بعدين دمره، بدي ابلش بشي جديد. خلص انت مو عم تشتغل بهذا الشيء، مو بلحظة ما انت اخذت قرار انه انا بدي اشتغل بهذا المجال، تابع للاخير، لا توقف، تابع للاخير للحظة اللي بتشوف فيها انه انت عم تخسر، ما خلص ما عم يمشي الحال كذا، وقتها فيك تنسحب تبلش بشي جديد، بس مو بلحظة ما انا قررت بطلت. هذا الكلام مثل ما ما بصير. قلت واحد بس يواصل ويشوف انه شغله، لا بده بشوية وقت راح يصل، صدقني راح يصل، ما بده شيء. يعني كثير حطيت اعلانات، كنت احط مرات في انا اعلانات وما يجيني ولا شيء، بس وصلت وواصلت وشفت وين الاغلاط وشو غيرت شغله ومشي الحال، يعني ما بده شيء له. حلو حلو، بتعرفوا ليش صار يقول ما بده شيء؟ يا جماعة ايش قد في أشخاص موجودين، ممكن هلا نحن 20 شخص قاعدين مع بعض عم ندردش، أنا متأكد يعني في 50% بيشوفوا إنه الموضوع صعب وإنه هذا المجال صعب، بده جهد بده شغل بده كذا، بس يا جماعة تذكروا هلا، أنا بتعرفوا المثال اللي دائما بتذكره شو هو؟ البكالوريا. الناس اللي ما بتعرف شو البكالوريا، هي شهادة الثانوية العامة. البكالوريا لما بتكون انت طالب بكالوريا او قبل البكالوريا دائما بتحسها صعب، مواد كتير، شو بينجح فيها، الموضوع تقيل، بس لما بتخلصه وبتنتقل لمرحلة وبتكتشف انه في شيء اصعب، في شيء اهم، بتصير بتطلع هيك لورا بتقول يا زلمة قديش بسيطة القصة. ولو هلا اونيل بهي المرحلة بيقول لك والله ما بده ما شيء، بدي والله الموضوع سهل. انا يسهل. لما بعمل لك فيديو ليش دائما بقول لكم والله الموضوع سهل، ما تعقدوا الموضوع، ما بده شيء كذا، بده متابعه استمراريه، لانه بس قطعت المرحله يا جماعه في عقده المبيعه الاولى، عقده المبيعه الاولى هي شيء كثير مهم، كثير 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 مهم. انا بقول لكم مثال او اقول لكم شغله خلص بلا، لانه ممكن موضوع صدقني خصوصي استاذ، لشخص اربع شخص ما اشهر، يحب اني احكي عنه. 4 اشهر لاجاني اول طلب، وكنت أربعة أشهر انا أونلاين. كنت انا ابوس ايد الزبون، بس يشتري ببعث لك 50 قطعه ببلاش، بس اشتري بس دفعني. صور لهالدرجه يعني، انه بس اشتري شغله ببعث لك 5 ببلاش، مثل 5 تعمل ببلاش إيميل ماركتينج كل وهيك شيء. قصص يعني؟ فيديوهاتك حافظهم حفظ مثل ما قلت لك، يعني هاي تبع الايميل ماركتينج عم سويها دائما، كل يوم الساعه 6 عم ينبعث عندي ايميل للزباين، كل يوم عم نزل كثير. اكتوبر انه بدي انزل هالشغله الجديده، إيه. عم يعني وعندك اكتف. بلاك فرايدي كمان هلا بده بدي شغل هلا. هلا بدي اضبط اسوي شغلتين، اشتري 3 تدفع حق 2 بس حلو، ان شاء الله. وبلاك فرايدي اعمل عرض اكبر اكبر من هيك، ان عرفت؟ شاء الله ان شاء لانه الله. ببلاك فرايدي العالم بتنفق منيحه، يعني ما تعتمد مثلا استراتيجيه جدا مشهوره تبع خود واحد خود اثنين دفع حق واحد خود ثلاثه دفع حق اثنين، تقليديات هدول، اعمل شيء اوت اوف ذا بوكس، شيء بالمره اوفر، عرفت؟ بحيث ترفع حجم المبيعات اللي إن شاء عندك، الله إن شاء الله إن ولو شاء بيكون الله. هامشية الربح قليلة، بس انت لا تنسى انه انت بهاي الحالة صار عندك زباين اكتر، ناس اكتر عرفتك، ناس جربوا منتجاتك، فالبلاك فرايدي هو مو بس مناسبة انك انت تعمل ربح اكتر، في له اهداف كتيرة تانية، تعمل حجم مبيعات اعلى، وصول لناس اعلى، حجم اوردرات اعلى، تنفق بضاعة موجودة عندك تتخلص منها، في كتير امور بتستفادها بالبلاك فرايدي، مو تفكر بس بانه قديش انا بدي اربح منه، صح؟ وبعتقد صار عندك تجربة من السنة لا لا الماضية صار كمان. عندي. ايه صح صح استاذ. جميلة. اول شيء يعني اول خطوه بده اياها بعد ما يفتح الواحد من هالشغل يعني على الانترنت، اول زبون بس توصل عليه خلص، عرفت جبت زبون راح يشتغل، يعني راح يشتغل هالشغله، كمل واصل 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 راح توصل. بلش بالايميل ماركتينج، هاي كثير عم بتجيب لي زباين طبعا. صراحه، يعني ما كنت مهتم لها بنوب هالشغله، ما طيب اهتمت بالايميل. هلا انا طلع براسي سؤالين اونيل، بس بدي ما انساهم، لازم شوف. اول سؤال اقسم بالله نسيت اول سؤال، مشان ما انساهم هلا، اللي متذكره 100%
بدي تقلي شوي، يعني مو شرط بالتفصيل، بس قلي كم معلومة عن موضوع الإيميل ماركتينج اللي عم تعمله. أنت عم تستهدف بالإيميل ماركتينج زباين already existing، ناس already اشترت منك وكذا، ولا عم تحاول توصل لناس جديدة مثلا إيميل ليست عم تجيبها من شي حدا كذا، ولا عم تعيد استهداف بس؟ بس عيد إعادة استهداف. كان بدي أكتب لك هالشغلة ما منزل عندك كتير أنت باليوتيوب. سويت سيجمنت إنه هاي. بس لا، أنا عامل عنا فيديو كامل وأنا الموجودة على اليوتيوب. أنا عامل عنا فيديو كامل كيف بتقسم الجمهور، كيف بتعمل. هاي تبع سيجمنت. قسمتهم إنه هاي هدول مهتمين بتبع بنات، هدول مهتمين بتبع شباب. قسمتهم هيك إذا هاي قصدك. إنه عم بشتغل عليها هاي. حلو. كم عدد الزباين اللي صاروا عندك هلا بعد سنة ونص؟ بس العدد 1700 مشترك تقريبا، هيك شيء. 1700 مشترك ولا مشتري؟ لا، اذا مشتري اكثر حقيقه. شلون بدنا نعرفهم هيك استاذ؟ والله بدك تفوت على الاوردرز، بس طلع عند السطر انه ايش قد التوتال، كم العدد الرئيسي. يلا قول بعدين بنشوفها، مو مشكله. خلص الله الله يزيد ويبارك. طيب حلو، بس شوف يعني مثال، هدول لسه عندي، هدول قلت لك عنهم لسه ما سويتهم، ما بدي افرجي الاسامي، بس لسه انه ما عملت لهم قلت لك تبع فلفل. طيب. ايوه طيب، هدول المشترين كلهم ليك. شوف انه كثير انت بلشت من عند الاوردر اصفار اصفار واحد اول اوردر؟ والله ما بعرف كم كان. طيب طيب، اخر اوردر عندك شو رقمه؟ ثواني بس عم بنزل الخرجيه. مو مشكلة، بنشوفهم بعدين. في أسئلة تانية بدي أسألك، في شغلات كثير ما بعرفهم، إن شاء الله بنشوفهم بغير وقت. طيب هلا في كم سؤال بدي أسألك. إيه تذكرت على موضوع المبيعة الأولى. بتعرف هي منطقيا ليش المبيعة الأولى مهمة؟ هي إلها شقين يا جماعة. أول شق اللي هو العامل النفسي، إنه أنت كسرت هذا الحاجز، عرفت؟ هذا عامل جدا مهم وسهل شرحه، يعني ما بدنا نستفيض فيه، انه انت بتشعر بانك انت حققت الشيء اللي بدك اياه. يعني العامل الاهم او قد يساوي بالاهميه، اللي هو انك انت اثبتت لحالك بانه السيستم اللي انت بانيه اكتمل. لانه انت لما بتبلش بالمتجر، انت بلشت باول الطريق، جبت منتجات، اخذت خطوه لقدام، ضفتهم، سعرتهم، بلشت تعمل كذا، صممت، عملت، حطيت صور، فيديو، بلا بلا بلا. هذا كلياته انت مثل كأنك عم ترسم دائرة بهذا الشكل. هلأ اللي بده يكمل لك الدائرة ويربطها ببعض هو الأوردر رقم واحد. صح. فهمتوني ليش؟ لأنه هذا الأوردر أثبت لك أنه الدائرة اللي انت عملتها اكتملت. فبالتالي خلص صار مجرد عملية أنه إعادة الموضوع وتطويره بأجزاء معينة. مرة هلأ مثل ما أونيل عم بيعمل، مرة مثلا بيتعلم عن الأوردرات، مرة بيتعلم عن السيجمنتيشن شلون بيقسم الجمهور، مرة بيتعلم شلون أعمل إيميل، مرة بأوتوميشن، مرة بيعمل وهكذا. ولكن البيس هو بناء. يعني أونيل آخر مرة جرب يعمل متجر على شوبيفاي، بعتقد من وقت اللي عملت هذا المتجر، صح؟ من وقت اللي عملت خلص. خلص. ما عدنا بحاجة نتعلم شيء عن التصميم وهيك والبناء، لأنه مجرد تطوير. خلص خلص تطوير، عم تطور بالصفحة، عم شوف شلون عم يعملوا الشركات الكبيرة، عم تعمل بشكل مختلف، عم حاول أعمل أنا كمان. يعني عم مو مثل ما يقولوا أمشي مع التطوير، عم شوف إيش عم يعملوا، عم بعمل أنا كمان. بس إنه آخر مرة فتحت صفحة وكتبت معلوماتي كانت قبل سنتين، سنة ونص تقريبا. معلش بس كمان ضل عمل صفحات جديدة، طور، عمل بندلز، عمل كذا، يعني ما تهم. إن شاء الله هلا راح بدي تقريبا. صار لي لما نزلت برنامج، لما نزلت ثيم كالس وقت اخر مره سويته كان تقريبا قبل 4-5 اشهر، لما غيرت من متجر مجاني لهذا المتجر، وشفت انه في فرق مبيعات كثير يعني بعد ما سويت الشحن المجاني. صح والله مزبوطة، كثير كثير كثير. لانه لا، وبعدين بسالك سؤال كمان. لاحظت انا مره عملت فيديو على اليوتيوب، بس ما بعرف الناس لما انت بتنزل الفيديو بيفكروا انه انت عم تبلفهم، بيفكروا انه انت عم تغشهم، بس ما بيفهم عليك الا الشخص اللي اوريدي شغال اموره ماشيه بالمجال. يعني انا مره عملت فيديو على اليوتيوب، طلعوا عن شو كان عم يحكي يا جماعه. كان عم يحكي لك الفيديو انه انت لما بتاخذ ثيم مثل كالس، اللي انا لحد هاللحظه بشوفه افضل ثيم، إذا بتاخذ هذا الثيم أنت بتتخلص من كتير تكاليف. لاحظت أنت معناتها قبل ما تاخذ ثيم كالس
شكل تدفع ابس وتطبيقات، وتطبيق بيعمل مدري ايش، وتطبيق بيعمل، صح ولا لا؟ يمكن كل واحد لازم تعمل له برنامج لحاله، يعني تفوت تغير بالاعدادات ليمشي الحال عندك. تماما. فكثير كان متعب، بس لما نزلت ثيم كالس كل شيء كان موجود فيه، يعني ما غيرت شيء فيه. تماماً. انت اخذت كل هاي التطبيقات اللي انت بحاجتها بباكج واحد، دفعت ثمنه لمره واحده وخلصت من هذا الموضوع، خلص. جميل. في احمد ليك شو عم بيقول لك؟ عم بيقول لك انا اول طلبين اجوني انبسطت، بعدين حزنت لانه الاشخاص رفضوا الطلبات، يعني اول ما اجاله الطلبين بعدين اجاله ايشو ريفوند بارضه. كثير صارت شغله معي انا كمان استاذ، كنت حاط شغله اسمها فاكتوره، انه كنت ابعث المنتج فاتوره قصده، كنت استناه 30 يوم يدفع لي، والله كان في تقريبا شغله 10,000 كرون ما دفعوا لي. كلارنا مو كلارنا، كنت ابعث لهم فاتوره انه انا المسؤول علي هالشغله، خلص اذا ما تدفع لي انا المسؤول. كنت ابعث لهم تقريبا في 10,000 ما دفعوا لي، يعني ماتوا عليك هذول. ما حتى بعثتهم في اسم مؤسسه اسمها كرون فودن هون، طالب ما اتوقع، يعني دفعت حتى زياده لهم ما رجعوا لي المصاري. من وقت اخذت يعني انطباع اللي ما عنده اليوم مصاري بكره ما راح يكون عنده، خلص يعني حط ياسمس ولا كلامه بالضبط. وبعدين انت يعني مثلا هذا الموضوع انت ليش ورطت حالك هاي الورطه؟ كان فيك بكل بساطه تستخدم مثلا باي ناو باي ليتر مثلا، في كلارنا عنده هيك شيء، او باي على دفعات مثلا، اللي ما معه مصاري بهاي اللحظه انت بتاخذ فلوسك وخلاص، هنن بعدين بتصرفوا معهم. يعني ما زبطت كلارنا مجاري اول شيء، شفت صعوبة مثل ما قلت لك هاي شغلات الكرت والكلارنا يعني بالزور زبطت، يعني هلا اخر فتره زبطت. معلش قلت تمام ما راح وقف، خلص اللي يخسروا عادي، معلش. يعني اكيد معلش هذا كله خلص، اعتبره مرحله تعليميه وراحوا، انت هلا هدفك تفكر باللي جاي. طيب قبل ما نروح نحكي على التسويق، تعال اسالك سؤال، قديش عم تشتغل على متجرك كل يوم؟ خفيف كثير. ليه؟ ليش؟ استاذ عم بيدرس وعم بيشتغل وعم ساعد والدي كمان على محلهم بالسويد، فشوي عم بيشتغل صعوبه فيها. ايوه بس ان شاء الله هلا خلص حاطه براسي، شفت المتجر عم يشتغل، يعني صار عندي تقريبا 600 طلبيه، لا خلص المتجر فيه خير لازم اشتغل فيه. حلو كثير، جميل جدا. طيب الله يوفقك يا عونيل. طيب اسالك هلا، كيف هلا نحن صار عندنا متجر خالص، بنيناه زبطناه على 24، صممناه كله نظامي خالص 100%، سعرناه وكل شيء وكل شيء كل اللي حكيناه. لما وصلت لمرحلة انه انا بنيت هذا الستور، هلا شلون اخذت قرار انه انا بدي اروح للخطوة اللي بعدها ابلش اسوقه؟ وين توجهت؟ شو عملت؟ احكي لنا هيك عن التسويق قد ما بتقدر. شو ما احكي لنا؟ بلشت بالانستغرام انزل صور، ما كنت عم بدفع مصاري بالبدايه ولا شيء، قلت لا ربي شويه زباين لنزل شويه صور وبعدين بطلق حمله تسويقيه عشان يكون عندي صور الواحد يقدر يتفرج، مو انه فاضي ما عندي شيء. تقريبا شيء نص سنه ما اطلقت ولا حمله. اول حمله اطلقتها اجاني اول اوردر مثل ما قلت لك بعد 4-5 اشهر. حلو. وين كنت اصور؟ بالتيك توك بس سوقت. طيب بدي اسالك، معناتها انت باول 4-5 اشهر كنت بس تعمل كونتنت ماركتينج، تسويق محتوى بس، صور كذا كذا؟ ايوه تمام. وكنت تنزل بس على الانستغرام؟ على الانستغرام، فتحت فيسبوك بس ما استفدت منه فشلته. انستغرام تيك توك، انستغرام تيك توك بس. هذا الحكي باول 6 شهور؟ بالبدايه نعم، انستغرام وتيك توك بس، ما كنت عم سوق شيء ثاني. طب ليش بتتوقع كان عم يشتغل معك؟ والله استاذ المنتجات اول ما جبتها ما كنت عم بعرف اي شيء عم يشتغل اكثر شيء، فشفت ما عم يشتغل اول 5 اشهر غيرت كل محتوى المنتجات، جبت شغلات مثل ما قلت لك وقتها بلشت انه عم شوف لا هذا المنتج عم ينباع اكثر من انه اجيب شغله ثانيه، خلص عم جيب كميات من هذا، هامش الربح عم حطه كثير قليل، خلي العالم تتعود على محلي على موقعي، تعرف البضاعه خلي تجربها مره مرتين بعدين قلت الربح لبعدين خليه خلص. جميل. يعني بداية أول شيء واحد يربي زباين وبعدين الربح يفكر بالربح. طيب هلا هون مرق 6 شهور وبلشت تعمل بيد ماركتينج. وين رحت؟ على التيك توك مباشرة. لهلا مالي مسوق بالانستغرام، مو انه ما بدي، ما عرفت شلون اسوق صح،
يعني انت بالبيد ماركتنج كل اللي بتستخدمه منصة واحدة، بس تيك توك تصور، وبدي اتعلم اللي اسوق على جوجل انه يطلع لما واحد يبحث على هالشغلات، ما لسه ما تعلمته وبدي اتعلمه وبدي اجربها، بس لحد الان سنة ونص على تيك توك بس. طيب حلو كتير. هلأ لما قررت انك تسوق على التيك توك، لحد الان انت شو بتعمل؟ بتعمل بوست للبوست اللي بتنزله للبيس اوف كونتنت، ولا بتروح على التيك توك مانجر وبتشتغل وبتعمل كامبين، ولا بتطالب؟ شلون الطريقة؟ اول شيء استاذ، في 5 اشهر كنت عم بشتري كوينز وادفع على الفيديو، خسرتني كثير يعني، عرفت مو انه هاي الصح، بس هلا تقريبا هاي كنت 4 اشهر عم تعمل بلشت تسويق ابو الليره بالكوين، ابو 10 بليره. غلط كثير يعني، دفعت مصاري كثير ومو هذا الماركتينج صح. بعدين رحت هلا فتحت تيك توك نظامي، شغل هيك اسمه، هل تسمعني؟ بسمعك بسمعك، انا معاك 100%. فبلشت اسوي بالتيك توك ادس مانجر. جميل، شلون تعلمت عليه؟ تمام، بالانترنت، في شاب واحد والله حط، ما بعرف شو اسمه، راح فرجيك اياه، شفته بالانترنت نزل. انا تواصلت معك لشوف انه استاذ علمنا هالطرق، انا كل يعني وصلت لمرحله ما عم بعرف الا شو اعمل يعني، من هيك تواصلت معك. بشرفي، انت انسان رهيب قسما بالله. فتواصلت معك قلت استاذ يعني لازم تنزل لنا فيديو تسويق على تيك توك وعلى الفيسبوك، هالشغلات ما يعني ما عم بعرفها كثير، بس شفت كم فيديو باليوتيوب، في شخص والله تابعت الفيديو مثل ما هو حطيته، صور، دفعت تقريبا 200 يورو، اجاني مبيعات في 1600 يورو، 16000 كرون. حلو 1000 ايه والله كثير حلو حلو كثير. دفعت 200 اجاك 1600، 16000 كرون تقريبا، هيك شيء 3 ايام استاذ بس. يعني فعليا انت كل يورو رجعته 8 يورو، يعني الربح بالمجوهرات تقريبا مو دبل ولا تريبل، يعني ضرب 5 6. هو عارف كمان اكثر شيء حلو بالنيش اللي عم تشتغل فيه، انه الكوست تبع القطع كتير قليل قليل، وتقدر تبيعهم مع بعض استاذ، يعني تقدر تحط 5 6 شغلات تنباعوا مع بعض، شوية ربح من هون شوية ربح من هون شوية من هون، عم يصير انه ربح كويس لألك. جميل. ولحد الان انت ما بتعمل غير تيك توك ادز بس؟ بالتيك توك لهلا. وبتستهدف مين؟ من 18 سنة لتقريبا 35. لل 35 بس بالسويد؟ بس بالسويد. بس بنات؟ لا، شباب وبنات. طيب لما انت عم تعمل شباب وبنات، كيف عم تحدد انه هذا الكرياتيف بيستهدف بنات ولا شباب؟ يعني حسابك شلون عم بي... انا المشكلة ما فتحت حسابك التيك توك لسه. والله عم نزل يعني مثال، عم بشحن 300 يورو، عم حط 1500 للشباب، 1500 150 للبنات، 150 للشباب. انت عم تعمل كل حدا لحال. ايه كل حدا لحال. يعني عم نزل هذا على اناتشي وهذا على اناتشي كالكرييتر، نزل هاي القطع عم نزلها، عم بدفع عليه 150 يورو، خليها 3 ايام بالسوق انه اعلان، وعم يجيني تقريبا شيء 50 60 اوردر عليها. طيب لما عم يجيك الاوردر كيف عم تعمل له مانجمنت؟ وصلك اوردر واجاك اشعار يلا عندك اوردر جديد، شو عم بتمشيه فورا؟ كيف شو بتعمل؟ شو البروسيس؟ من يوم لثلاث ايام، يعني اذا اليوم ما سويته بكره سويه دائما، بس عم حاول ابعت الطلب اسرع ما يمكن، مثل ما قلت لك هون بالسويد يتضايقوا كثير، يعني يومين 3 ايام 4 ايام لازم المنتج يكون عندهم. ليش اونيل قديش صعب بالنسبه لك انك انت تجهز الاوردر؟ يعني انت ما عندك شيء تشتغله، مجرد ضبيته بهالعلبه، يعني شو الكيمياء بالموضوع لحتى تطول فيه؟ عم بشتغل استاذ بيتزاريه بيتزا، وعم بشتغل في هوتيل الوقت. وعم بدرس، قلت لك استاذ، وعم ساعد مرات اهلي، ف عم يصير شوي ضغط علي. جميل والله، كثير وحش يا جماعه. حدا عنده سؤال حابب يساله لاونيل، يعرف منه شو عم يعمل شو الجو، اسالوه. يعني والله شايفكم ما عم تسالوا شيء، فكانه الكل مخلص هاي المرحله ان شاء الله. والله برافو عليك يا اونيل. طيب هلا شو خطتك للمستقبل وشو ناوي تعمل؟ ما بعرف، من هيك اجيت لك يعني، وقفت خلص، وصلت لمرحله عم يجي المبيعات، صرت عم بربح، شو المرحله الثانيه لتطور؟ ما عم بعرف، وقفت خلص من هيك
اجيك صرت عم بكتب لك تقريبا هاي الشهر، قل له استاذ براء ساعدني، وصلت لمرحله اوكي عم بيع عم يجي ربح، عم خلص فتت هالدائره. وبعدين لوين هلا؟ انكبرت. شلون بدنا نطور من هيك؟ الرجاجات لك، قلت راح احكي معك ونشوف ايش راح نعمل، ايش راح نعمل. تعرف انت شو نوع الفيديوهات اللي لازم تروح تحضره؟ السكيلينج، لازم تتعلم شلون تعمل سكيلينج، انت هذا اللي لازمك. يعني حتى لما مثال عم ببيع هاي، حاطط انه تقدر تشتري لاسك، وتقدر هذا الاسك احطه باكيت انسلوك، انه اغلفه مثل هديه 7 يورو، اغلفه بهديه، تحط صندوق 2 يورو، هاي حتى تقريبا 19 يورو 190 كرون. عم يعني زيدت هالمرحله، مثل ما قلت انه منتج واحد صاروا 3 منتجات عم يشتري الواحد، يقدر يعني. وبعدين هلا ما عم بعرف شو حلو، وصلت لمرحله انه اوكي عم يجيني طلبيات، بس بدي اطور، بدي هامش الربح يكون اربح، اترك هذا افوت لشغله جديده، ادخل شغلات جديده، ما عم بعرف. من هيك قلت راح احكي معك اشوف يعني الخطوه الجايه شو هي، والله انا اكمل اللي هيك. بقول لك ايش الخطوه الجايه. لازم تتعلم تعمل سكيلينج، لازم تتعلم تعمل سكيلينج. بس بتعرف اول شغله لازم نشوفها شو؟ لازم نشوف حسابك على التيك توك، شو في بقلبه داتا، شو معمول، شو شغال، فهمتني؟ هذا بس انا يعني بيني وبينك بنشوفه اوكي لاحقا، عرفت؟ مو بقصد يا جماعه انه بيني وبينه، بس انه مشان ما نضيع وقت. بس اذا بتحب هيك نطلع عليه بنطلع، ما طلع عندي استاذ مشكله. عادي، ولا يهمك طلع يعني، اذا بتقدر لا تفوت عليه لا، تفتح ما كم. اقصد حسابك التيك توك، بقصد الادز مانجر، شو الجو، شو في بيانات، شلون فينا نستخدمه لحتى نعمل استاذ سكيل. ببعث لك كل شيء، تسجيل الدخول، انت فوت واعمل فيديو اذا بدك، او بدك تفتح لايف ما تفرق معي لك عادي اقسم يعني. بالله انت كفو بشرفي وحش، والله يا جماعه هالانسان كفو. تمام، معناتها بنشوفه وبنستعرضه مع بعض، مو مشكله. ولا يهمك طيب استاذ، هلا بتستاهل. في سؤال، فاطمة عم بتقول لك المنتجات بالسويد، ايه بالسويد هو عم يجيبهم لانه السويد لازم تشحن كتير بسرعة، هيك العالم متعودة. توفيق، كيفك توفيق، شو اخبارك؟ عم يقول لك ايه، ما تبلشت صار له سنة ونص وهلا موصل لانه عامل له شي 20 ألف. طيب في محمد عم يسألنا سؤال والله كتير مرتب، عم بيقول لك احكي لنا عن الخسارات، لانه دائما نحن حتى انا بهالمكالمه، لانه حابب اعرف شلون صار معك هيك، وين وصلت، شو الترتيب، وين وصلت، فركزت على الجانب الايجابي. هلا احكي لنا مطبات وافلام صارت معك، يعني صارت الا قلت شوي لك كنت بدك تبطل، مثل بالبداية شو؟ مثل ما قلت لك، واحد لازم يكون عنده شوية رأس مال، لأنه في شغلات رح تجيبها ما رح تمشي معك. فإنه عندك رأس مال جبت هالغراض، فشلت خلص رح تفشل، رح يوقع اللي ما رح تقدر تكمل، لأنه ما معك سيولة ما تقدر تكمل. بس لو يكون عندك شوية سيولة، جبت شغلة شفتها ما مشيت، أوكي لسه عندك محاولة ثانية وثالثة، صحيح، أوكي هذا ما مشي، ثاني محاولة رح اطلع شوي، رح اشوف ايش اللي عم يمشي، اكثر شيء رح اجيبه، رح اسوي له شوي هامش ربح منه، رجع الراس مال، اوكي هلا اقدر اجيب شغلات جديده، ما مشي كمان اوكي لسه عندي شويه راس مال اقدر اكمل فيه. بس انه واحد يبدا من الصفر ما معه شيء صعب جدا يعني. طيب وكخسارات مثلا، غير الموقف لما خسرت هاي ال10 آلاف بسبب طريقة الدفع عن طريق الفاتورة مثلا، شرط غيرها شو في أفلام طبعت لك كانت غريبة هلا ومزعجة هاي مثل مثلا؟ ما قلت لك استاذ، في عالم كثير انه وصلوا ما دفعوا لي، جبت اغراض ما مشوا، وزعتها ببلاش، حطيت دعايات كلها غلط بغلط، ما تتعب بعرف كيف احط بالتيك توك، يعني اشتري كوينز ب 2000 كرون 200 يورو ما عم تجيب لي ولا شيء، يعني ما عم بعرف شلون عم يعني تكبها غلط هاي التسويق، بس. وعم كبها بس يعني كثير سويتها، تقريبا اكثر من سنه سويتها الشغله، وكله كب يعني. واحد يشتري كوينز عشان يعمل شو اسمه واعلانات ما يمشي الحال. تعلمت، خسرت هون خسرت هون خسرت هون، بس الحمد لله عم بشتغل يعني، في عندي شغل ثاني عم بعوضه، مو انه بس يا عوني، يعني بالاخير كل شيء بالحياه له ضريبه، صدقني هاي الدنيا بشعه احيانا لدرجه انه ما بتعطيك شيء هيك هيك، ما تعلمت من بتحصل هيك عليه استاذ، هيك. هيك على حد بدك ذاتي. تتعب، بدك تدفع فلوس، بدك تجرب، بدك تخسر، انك انت فورا تنجح، يعني ما يعني بعتقد اشتغلت الدنيا مبنيه بهذه الطريقه يا جماعه، يعني والله مو صراحة تشاؤم، بس يعني اشتغلت ما وزعت بعتقد جرايد الموضوع بالليل، بسيط لهالدرجه، طبيعي يصير معك هيك افلام. يعني وصلت وزعت جرايد بالليل، يعني كثير صعب كان علي، وزع جرايد بالليل
الساعة 4 الصبح، من الساعة 12 لساعة 4 5 6 الصبح، وزع جرايد بس الحمد لله خلاص كرجت معي. وكل معلش معلش يوم صار معلش احطه بالهون، انه احطه بالشركة. صدقني والله ما بدي استشعر لك بهي اللحظة، بس بعتقد في شاعر او كاتب او حدا كان عم بيحكي عن فكرة انه طلعوا، انا على هالبيت الشعر طلع معي، في شاعر او كاتب قال شغلة انا ماني متذكرة منيح، بس انه مبدأ انه من المعاناة انت بتخلق شيء الإيجابي، يعني الشيء الإيجابي ما بيطلع من حالة رفاه، لأنه بحالة الرفاه صدقني أنت مانك مضطر تعمل أي شيء فيه تطوير، ما أنت بحالة رفاه خلاص، بس لما بتكون مضغوط بتصير تبحث عن حلول. أنا قبل، بتعرف أول مرة اشتغلت على متجر بحياتي، أول مرة حطيت كل راتبي فيه، اشتغلت شهر كامل أقسم بالله لكت، صرت بهداك الشهر، خيوب هداك الشهر انا اشتغلت ساعات ما بذكر، بس بشتغل بس بذكر اشتغلت اكسترا او هيك شيء، لانه قدرت احصل مصرات اكثر، عرفت؟ رحت حطيتهم شيله حطه، ومقتنع قناعه تامه انه بده ينجح، يعني المايند سيت الف. نعم اكلت كم، عرفت؟ اللي يتعب ينجح أستاذ، تماما. وما فانت في بدك تتضايق بالبدايه، مو يعني صدقني بتكون كتير محظوظ ورب العالمين عن جد بيحبك والحياة ضاحكت لك لما بتنقش معاك من أول مرة، بس مو شرط تنقش معاك من أول مو مرة، شرط. لا والله يعني أستاذ، عم كل تعبت كثير أنا كمان، لبين ما إنه خلص عرفت إنه خلص اشتغل المجال، تعبت كثير واشتغلت كثير يعني، بس خلص الحمد لله آخر شيء وصلت. راح يتعب الواحد، ما راح أقول لكم لا، بس آخر شيء راح توصلوا يعني خلص، مو أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة 100% راح توصلوا، تماما. وممكن الفكرة من انك أول انت ما شهر. توقف، الفكرة يا جماعة والله العظيم سر هذا المجال انك ما توقف، ما توقف، ما توقف لو شو ما صار، خلص بس خليك مكمل، خلص مو شرط انه انت، لما من شوي كنت عم بحكي مع محمد شاب بسعودية صديقي، يعني هيك تعرفنا على بعض جديد وكذا، كمان بعتقد هو باللايف، فكان عم يحكي لي عن مشروعه وكذا وهيك، فعم قله انه اهم شيء انت ما توقف، ما توقف، يعني ما تعتمد على فكرة انه لازم يكون كل شيء صح 100% منشان انا اطلق هذا المتجر. اول شيء فكر بانه شو البيسك الاساسي، الارضية الاساسية لازم تكون موجودة منشان انا اطلق هذا المتجر. طب هاي الشاب امامنا هون عم بيقول لك انا ضليت 6 7 شهور، اكثر سنة، لانه عم تقول لي من 6 شهور انت عملت الثيم الجديد، صح؟ فانت ضليت سنة عم تستخدم ثيم مجاني ابو الليرة عايف حاله مع 16,000 تطبيق فوقه بس من شان يصير منيح وموجع لك راسك، واكيد بعدين رحت على ثيم منيح. طيب كان هو من البداية فيه يفكر انه انا لازم ابني اجمل متجر بالعالم، فيك تفكر بهالطريقة، بس هاي الطريقة بيكون الشخص perfectionist، انه لازم يكون كله perfect لحتى اعمل، ما انك مضطر، انت خلص بتبلش وبتطور حبة حبة، تضيف منتجات، سعر، تسعيرات مرتبة، تعمل بندلز وألعاب وقصص. يعني طيب حتى تعال شوف، الصور بالمنتج كله انا صاحبه يعني. اول شيء بلشت كنت عم جيب صور موجوده بالانترنت، كنت عم حطها، شفتها غلط كثير، فبلشت انا عم صور كل شيء لحالي وانزله. هاي كمان عم لأنه انتبهت عندك سوفت بوكس بالبيت، عندك سوفت بوكس إضاءة وعم تعمل قصص شرفت وألعاب. شرفت استاذ، فرقت هاي كمان، اني عم صور لحالي، لا عم تبين جوده افضل من انك تجيبها من صوره من جوجل وتحطها مبينه انه دروب شوبينج ولا مبينه، لا كله لحالي يعني. كنت عم بدفع على التطبيقات انه تشيل الخلفيه، تحط خلفيه بيضة كمان، كل شيء يعني. كل واحد اذا بده يوصل راح يتعب شوي، بس اخر شيء راح يوصل يعني. مو شرط يعني انت تعمل كل شيء دفعة واحدة، يعني انت خلاص مثلا شفت انه الصور مو منيحة، انت عليك تحدد وين المشكلة، انه انا لازم احسن الصور، تمام، جبنا العدة اللي لازمتنا، مو شرط اجيبها بلحظتها، خلص المهم جبتها، بعدين بلش منتج منتج، اذا كل يومين اشتغلت على منتج، شو عندك 1000 منتج بالمتجر، عيارهم شهر شهرين، صارت الصور كلها ممتازة، تحسنت البروفايلات السوشيال ميديا، وا شوي شوي، فمو شرط، ما في حدا ما بيخسر، وبالعكس الواحد لما بيخسر بيتعلم اكثر، مظبوط أكيد. تماما. بالعكس، وانا متاكد انه انت في شغلات عملتها خسرت فيها كانت هي السبب بانه بالمستقبل صرت تعرف شو تعمل، فبالتالي ما عدت تخسر، بالعكس صرت تربح اكثر، وهيك المنطق بيقول.
بقول عن حالي عندي ضغط من شغلي بالورشة سي ان سي، ما بعرف شو يعني سي ان سي. انت كثير مشغول. انس عم بيقول اهلين انس، عم بيقول لك انه انا بقول عن حالي مضغوط. يا صاحبي صدقني كلياتنا مضغوطين، اقسم بالله انا بقعد بشتغل على 16 شغله مع بعض. بيكون شخص بده مني مدري ايش، وشخص بدي اعمل له كذا، وهذا المتجر مدري شو فيه مشكله، وهذا بيقول لك صحح لي مدري ايش، وبتجرب بهاد، وبتفوت عندك تطبيق جديد بدك تعرفه شو بيعمل، وبدك تعمل فيديو لليوتيوب، العالم بتقول لك ليش الفيديوهات ما بتنزل بشكل دائم، والف قصه مع بعض. يعني كل الوقت صدقني اقول لك شغله، اقول لك شغله والله العظيم جمله جدا بسيطه، انك تكون مشغول ومضغوط احسن بكثير من انك تكون فاضي اشغال. صح، بتعلم مكة يعني تكون تعبان من ضغط الشغل احسن ما تكون قاعد لا شغله ولا مشغله ناطرين الا ما تزبط. محمد عم بيقول لك بدي اسمع عن تجربه حقيقيه ما عرفت بالضبط. هو عم يحكي الشاب تجربته، بس ما بعرف سؤالك اذا مرتبط بجمله قلتها قبل. ايمن عم بيقول لك خلال اول 6 شهور فعلا كنت واثق بتحقق النجاح، ولا كيف كان شعورك؟ يعني مظبوط انه خلال اول 6 شهور انت ما عم تعمل مبيعات، والمتجر موجود وبضاعه بالبيت، وانا فاتح متجر على النت وبحياته ما اشتغل، شلون كنت تحس؟ كنت واثق استاذ فادي، ما حسيت 100% اني رح انجح، خلص حاط الشغله براسي، لو بدي احط كل شيء عم بشتغله خلص بدي انجح هالشغله، يعني مثل ما يقولوا خلص 100% كنت حاطه براسي انه خلص هالشغله مستحيل ما تزبط، راح تزبط 100%، ما في ولا 1% انه ما راح تزبط معي. يعني اني تعبت. بفهم منك انه انت بهذيك الفترة بتقول له لأيمن انه كان موضوع معتمد على الشعور، انه انا هيك حاسس انه بده ينجح، بس ما عندي اي ادلة بين يديني. ايوه مو حاسس استاذ، بس انه خلص يعني شغلة تتعب عليها راح تصلها، كنت عم بتعب فعلا استاذ، يعني كنت عم بتعب بالشغل احطه كله هون، كنت عم بتعب بالتصوير، كنت عم مروج، كنت عم نزل فيديوهات دائما 24 ساعة. كنت عم فوت على الانترنت احضر فيديوهات احسن احط وصف فري، انه الفري فاكت مثال هاي الشغله 100 مره شرحتها بالفيديو، ما بعرف ليش ما عم يتعلموا العالم، انه مكتوب فري انه يعني الشحن مجانا، وبس عم تروح على المتجر مكتوب انه لازم تدفع عليها، يعني 100 مره شرحتها بس ما عادي. ناس مبتدئة بتفوت، كثير أشخاص مبتدئين بيبعتوا لك متجرون شف لي يا كذا. على فكرة أنا أحيانا في ناس بتبقى، يعني صرت عامل يمكن 3 4 5 فيديوهات عن موضوع تشوف متاجر للناس بس، وبعرف إنه 90% من المتاجر اللي عم تجيني هي ناس مثلا مبتدئة أول مرة بيعمل هيك شيء، بس صدقني لما بيشوفك إنه أنت عم تستعرض له متجره وعم تقول له اعمل هيك وحسن هيك، أنا واثق في كثير ناس بتاخذ طاقة إيجابية إنه وعم والله على هالطاقة بحكي بصير أحسن. هلا خطاقة كثير كلها ساعات زمان بتقعد بتشوفهم وبتمشي، يعني ما بتخرب الدنيا. توفيق بيقول لك أنا مبلش جديد، وكفو كفو عليك والله، كفو أونيل 7. والله كل واحد عم يبلش لك محمد، شلون أونيل ما سمعتك؟ كل واحد عم يبلش عم يفكر بالشغلة الله يوفقه يعني، وراح تصل صدقني، بس بدها شوية متابعة. إن شاء الله إن شاء الله ان شاء الله. طيب عم بيقول لك محمد، بس ما نكون نحن معطلينك، ها تكون مشغول. لا 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 لا، تمام خذ راحتك. طيب عم بيقول لك محمد، كيف اخترت النيش والمنتجات اللي بدك تبيعها؟ يعني كيف قررت انه انا بدي اشتغل بالاكسسوارز؟ كيف عرفت؟ بس اخرجيك شغله استاذ، ورجينا شغله. قديش 7 اونيل يا جماعه لبين ما يروح يجيب شغله ويرجع؟ عن جد 7 صح؟ بلشت سويت ثياب. ثواني اونيل بس اشوف هدول ايش اسمه، كيف اخترت النيش والمنتجات اللي بدك. ايوه وصلنا هون. ايه قل لي شو هو. بلشت بالثياب اول شيء. هي ثياب كنت تشتريها يعني بجمله وهيك؟ كنت اشتريها بالمحل عادي، حتى اسم الشركه موجود. شوف لا يعني مو شركتي، كنت اشيل هذا احط، انا كنت موصي باسمي كنت اسويها، وكنت اطبع هذا كله لحالي. شفت ما مشيت، مثل ما قلت كان عندك فيديو، عندك هذا الباندا ايش اسمه، هذا اللي تنزله يكشف لك عن الموقع كله انه ايش اكثر مبيعا ايش اكثر. ايه بس هذا التطبيق ما عدت استخدمته دقيقه، لاقول لك جاكور مو جاكور، هذا كان اسمه الاحمر. ايوه يلا شو كان اسمه؟ كوار كورديو كوار ايه شغله هيك. ايه
المهم نزلت ايه وفتت على المواقع وشفت اكثر شيء يعني ينباع اكسسوارات، وليش قلت بالاكسسوارات؟ تقدر تنباع مثل ما قلت لك شغلتين ثلاثه مع بعض، هم هذا الشغله دفعني اكثر. وشغلات رخيصه تقدر تجيبها، يعني اكسسوارات ما راح تكلفك تكاليف كبيره، يعني تكاليفها كثير قليله، وتقدر تبيعها مع بعض هم مش ربح كثير، تربح كثير. هاي الشغله خلتني اندفع اكثر شيء، انه ما لها كثير غاليه وتقدر تبيعها مع كم قطعة، خلص عم تعمل ربح كويس فيها. جميل جميل. يعني انت كنت عم تعمل، يعني انت بهاي الجمله اللي عم بتقولها لخصت كل الفيديوهات الموجوده على اليوتيوب اللي بتقول لك تعال اعلمك كيف تلاقي منتج رابح. يعني انت، ما تدري يعني انت اللي عم تقوله، او يمكن انا عم بقوله ما بعرف، فكره انه تدور على منتج منيح. يا جماعه اقسم بالله ما انا كيمياء، والله ما انا كيمياء. اي شايف اللي انا قاعد على الطاوله في قدامي 16000 شغله، هدول طب مو منتجات، طب هدول مو بينباعوا بالاسواق، طب هدول مو العالم بتشتريهم. اي منتج منهم هو منتج، مثلا كان لك شايف هي عباره عن قطعه بتحطها تحت الكاسه، بس هيك شكلها جميل، انا مشتريها كنت مره باسطنبول شفتها بالطريق اشتريتها. طيب هي منتج ولا لا؟ طلع قديش بسيطه، قطعه اكسسوار بتحطها بالبيت. طب انت لو كان عندك متجر بتبيع فيه على سبيل المثال هوم امبروفمنت او مثلا ديكورات او شغلات، طب مثل قطعه مثل هي انت فيك طلع صغيره، شحنه بسيط راح يكون، تكلفته قليله، فيك تبيعها بمجموعات، فيك تبيع مثلا كل 12 مع بعض، فيك تبيع سته، فيك تبيعها مع شيء ثاني، عرفت؟ يعني انت بدك تصفن بالمنتج اللي عم تشتغل فيه بهاي الطريقه، انه بيجاوب على هاي الاسئله. اذا ايه، اذا معناتها خلاص تمام، ضل مجرد انه نعمل متجر محترم مثل عالم والناس ونكمل، نضل ماشيين نضل ماشيين وما نوقف. خلصت القصه كلها، ما انا كيمياء يعني. ما في شيء ما ينجح، بس بده صبر، وواحد يعرف كيف شو يقول انه يبيعه يروج له، هو بده شوية صبر بس، وكل شيء راح ينباع، ايش ما تجيب راح ينباع. تماما، شو ما جبت بينباع، الناس بتشتري ما كل شيء. طيب تشتري، نعم عم بيقول لك مصاري منتجك دروب شيبينج ولا المنتج عندك؟ لا لا بجيبهم كله عندي بكميات. لكن موجود. شو هو اونيل، شو الشيء اللي عم تشوفني اياه بهاللحظه؟ يعني انه كله عندي بالبيت، ما عندي شيء برات البيت، عم يشوفه كل شيء عندي لتوفيق انه عنده كل شيء بالبيت. اعلان عن طريق ادز اقوى بكتير من تيك نفسه. صح. ايه صحيح، هاي الحكومة فهمت صح، استفدت يعني تغيرت كثير كثير، هذيك خسارة بخسارة كانت. طيب عم يسألك شخص عم بيقول لك انه فيني ابلش ب 200 دولار، انت شو بتقول؟ فيه؟ لا انا حطيت اصدقائي كثير بنصحهم، اذا بدك تبلش اقل شيء 10000 كرون، 100 يعني 1000 يورو، يعني 1000 1000 يورو، يورو زايد 1000 بس يورو راح تكون مرتاحة كثير كثير، تقدر توصل. بيكون مرتاح كثير. بس لا تنسى انت هون عم بتقول له للشخص انه انت لازم تجيب البضاعة لعندك، يعني هذا بناء على انا تجربتك، هيك لانه هيك انا صح؟ تجربة دروب شوبينج ما عجبتها، يعني ما انت ما عجبتني ارتحت بصراحة، يعني بانك تجيب لا المنتج، ما بتعرفوا ليش؟ يمكن كمية، لانه نعم هو موجود بالسويد والسوق اللي نعم عم يستخدمه هو عم يستهدفه، هو بيعرف انه ما راح يمشي معه اذا كان عم يعتمد على انه الاوردر. يا رجل تخيل، عم بيقول لك عامل اوردر بيبعث له الزبون ثاني يوم عم بيقول له انه وين الاوردر، ما وصل ثاني يوم، ما لحقنا رفيقي يا زلمه طول لسه بالك. ما سويتهم، يا اخي لسه ما طبعتهم، عم يقول لي لا وين الاوردر؟ هون بالسويد حسب المنطقه استاذ كمان، يعني انه بالسويد لا الدروب شيبينج ما ينفع، ما راح ينفع غير بلدان ممكن ما تعرف، بس جميل، السويد دروب شيبينج يعني ما بنصح فيه ابدا. طيب حلو كتير. طيب عم بيقول لك شخص يعني تقريبا المربح من التجارة الإلكترونية اللي انت عم تعملها خلال اول سنتين مانو كافي ولا شو برأيك؟ في مربح استاذ، يعني هالنيش اللي فايت فيه انا في مربح، مو ضرب اثنين مو ضرب ثلاثة مو ضرب اربعة، ضرب ستة وعشرة. انا عم قلت لكم هذا النيش في مربح، بنيشات ثانية ممكن المربح يكون اخف، نيشات ثانية ممكن المربح يكون اكثر، بس هذا النيش اللي فايت وانا في مربح. حلو جميل. يعني بدك بتعرفوا كمان ليش هو بيقول لك انا عندي مربح؟ طلعوا ليش، انا بقول لكم شغله. اول شيء اونيل عم بيعتمد على منتج تكلفته قليله. ثاني شغله، بناء على كلامه حسب ما فهمت، الطريقه اللي عم بيبيع فيها السيلز استراتيجي تبعيته مبنيه على الباندلز، انه بيركب هذا مع هذا مع هذا، بيطلع معه ست، بيطلع معه طقم، اشتري قطعتين خد وحده ببلاش، اشتري 10 خد 100، عرفت؟ بيلعب العاب بالمبيعات.
فبالتالي كوست قليل واوردر فاليو عالي، فبالتالي بيشوف هامش ربح كثير منيح. صح بس هذا هو اللي عم نشتغل اكثر شيء معه. فرجيكم بس شغله مثال، هذا الشهر ما راح فرجي اسمه. هذا شو؟ هذا فاتورة لشخص؟ هذا واحد مشتري لسه ما سويته، لسه ما بعت له. مشتري المنتج، مشتري اسك معه، ومشتري له اغلف له تغليف مثال 7 يورو، الصندوق 2 يورو، والمنتج كمان في عندي ربح. يعني من 100 كرون، من تقريبا 200 كرون طلع ل 350. تمام. ليش؟ لانه بيعمل اب سيل، يعني صاير اونيل اموره ماشيه ومرتبه وعم بيتعلم من اخطائه لمرحله انه صار يعرف شلون عقليتهم بالتفكير. يا جماعه يعني انا ما شفت بصراحه حدا بياخذ مصاري اكثر من شان اغلف لك المنتج. عرفت؟ بيلطن 7 يورو من شان يغلف لك. يعني هذا صندوق 2 يورو وعندي هذا المنتج وعم غلف له تغليف كمان 7 يورو. التغليف هو هالورقه اللي عم تحطها فوق وتحط عليها ريدو. ايوه 7 يورو. لك 7، اقسم بالله برافو عليك. عم واحد عم بيقول لك ممكن عنوان المتجر حابب اشوفه؟ اكتبه هون استاذ. هلا بعتقد انت فيك تعمل كومنت على اللايف. والله كله صار عنده فضول لك، ممكن تفرجينا الويب سايت. هذا هو مودرن. ما قلت بعت لك بصراحة قبل شهرين، قلت أستاذ ممكن تعمل فيديو قريب، يعني في عالم كثير راح تستفاد بتوقع، لأني خلص تجربتي بتوقع أن هي أقدر واحد يستفاد منها. مودرن سويدن، ما عاد أعرف أكتبها يا زلمة. مودرن سويدن دوت شوب. مود اي ار ان. حاطط ار هون. شايف الاستاكي والجو والمرتب. بس يا زلمه هون انت عندك هدول اللي على الهوم بيج، ليش حاطط الوزن تبع القطعه والابعاد تبعها؟ هاي الصور مو الي، هدول الصور، الصور الثانيه الي، هاي كانت موجوده هيك جبتها. والله عملوا احلى من هيك. وبعدين اعمل هوفر افكت، يعني بحيث انه مثلا شوف لك موديل صبيه مثلا على ايدها كذا، بحيث انه انا الاكسسوارز مثلا شوف مثلا تيفاني، موقع تيفاني بالاكسسوارز كثير حلو كثير حلو. بدك تتعلم تبيع اكسسوارز، شوف الويب سايت تبع تيفاني، تيفاني اند كو. عرفتها؟ هي براند لونها هيك على تركواز، على فيروز. شوفها، فوت عليه، انتبه الطريقه اللي بيحطوا فيها المنتج على الهوم بيج او كذا، بحيث انه انت تشوف القطعه هيك مثل ما انت هلا حاطه على الموقع. مجرد عملت هوفر فورا بشوفك اياها عمليا، كيف هي على الاصبع، كيف هي على الايد. هاي اللعبه ضروري تعملها. شو هذا الورد اللي بتبيعه؟ استاذ بوكس عم جيبه انا، وعم جيب الورد وعم ظبطه وعم حط هذا البوكس زائد اكسسوار فيها، عم نبيعه هيك. عم تريد يعني، اقسم بالله. هاي كمان بيشرب زعيم. يا زلمه انا ما اطرف فوت كل التفاصيل. خلاص لاقي منتج بيعه وباي باي. بس والله وحش وحش، يعني عم تتعب عليه. انت لابس الكف بالصوره تبعت الورد، تعرف انه هذا الكف لحاله بيدل انه نحن نعمل بعنايه ومن كذا ومنظبط، صح؟ هدول هن المنتجين اللي عم بتقول عليهم اللي شوفنا اياهم. هذا الستاند اللي انت حاطط عليه الطوق عندك اياه بالبيت مشان تلبس عليه الطوق وتصوره؟ ما هيك عندي يا استاذ، وعندي هون كثير الوان من هون. الله ويرى. والله يا عونيل انك وحش، انت عن جد فاتح مشروع بمعنى الكلمه. لا ابد، عم اقول لك برافو عليك. برافو عليك، برافو عليك. وهون عامل برودكت جروب، عامل بندلز مع بعض. انت بس استاذ على التليفون الشاشه ما عم تطلع كثير 100%، انت بس تعملها هيك في اخر شيء تحت، انه تفتحها على التليفون تطلع مثل التليفون هيك. هلا انت متجرك انا بفوت عليه هيك وبنصحح فيه شويه شغلات، بنشوف شلون فينا نعمله احسن. اي والله بكون ممنون استاذ من هيك. والله ما فهمت عليك وين يا ابو، انه ما عم تطلع على التليفون. انا هيك بعملها، انه ما تطلع الشاشه كلها لانه ما لها 100%. خلص
ما فهمت عليه. مشكلة، هدول بنفوت أنا وأنت وبنربط بعض. بنظبطها إن شاء الله أستاذ. جميل. وبس ليش ما عندك برودكت إيمجز كتير أونلاين؟ ما عندك غير وحدة؟ حطيت، كان عندي 2 3 بس آخر شيء فيه كان حطيت بس وحدة. قلت أنظف. ما بعرف. ما بعرف، بس يعني انت قلت انظف، اوكي انظف، بس يعني بعتقد انه ترى برودكت ايمجز هاي يعني كل ما شوفت الزبون كيف راح يكون شكله، اللبس كذا، على الانستغرام عندي هيك، على الانستغرام اذا واحد يفوت يقدر يشوفها مصوره اكثر من زاويه. بس هي صفحه مبيعها، هي صفحه برودكت بيج، يعني اصولك تحط طلع حتى تحط صور حتى بالديسكريبشن، وهيك عندك كمان جابس وشغلات. والله متجر انا مثل ما مبيعات حلوه، مع انه انت يعني مشتغل ستايل حلو وكذا وجو جميل، بس في شغلات بتنعمل احسن. يعني مثلا عندك المسافات بقلب الفوتر، طلع هي مجرد تفاصيل يا رجل. بعدين هون عندك باورد باي افتر شيب، هون عندك ايرور انت يا وين استاذ؟ ليك فوت على المنتج اللي شوفتنا اياه بالفيديو، اللي شوفتنا اياه هلا باللايف، اللي مثل الجنزير، عرفته لونه ذهبي، فوت أوكي. عليه. ايوه هذا، فوت عليه. ايه انزل 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 لتحت لعند ما توصل لعند الريفيوز. اوكي. تحت الريفيوز على اليمين عندك باورد باي افتر شيب. ايش هاي شفتها؟ طيب اضغط عليها تاخذك على موقع الافتر شيب. يعني أوكي. هذا بسموه ترافيك ليك. يعني شو يعني ترافيك ليك؟ يعني تسريب ترافيك، فهمتني؟ يعني مثل كأنه صفحة مبعوجة من هون عم بتسرب، والله بهالمنطق، يعني انه هذا ترافيك ليك، الناس عم تطلع عم طالع الزبون منه بالضبط. وبعدين والله ما طلع. طيب بدي اسألك سؤال، الشات بوتن اللي انت حاطه بالزاوية عم بيجي لك عليه شات؟ بيجي لك محادثات وهيك؟ جميل. طيب هذا الشات بوتن شو كنت بدي اسالك عليه؟ لو انت كشخص عم بتبيع بالسويد، بالسويد افضل تحط واتساب ولا تحط هذا البوتن؟ لا هذا. ليش مو الواتساب؟ ما عم يستعملوه، يعني السويد عندهم تيك توك انستغرام سناب شات بس. والله لا الواتساب لا الفيسبوك لا التويتر لا هالشغلات، في شغلات كثير انه ما عم يستعملوا سناب شات انستغرام وش اسمه وهذا شوبيفاي. يا زلمة انت متجرك بده بس قعدت ساعتين زمان هيك، واحد ينفض لك الستايلينج فيه هيك شوي، بيطلع كتير مرتب. من هيك حبيت اشترك بالهذا تبع المزال وهلا الكورس القادم. ايه قلت خلص يعني وصلت مرحلة لازم أصير مية. اشترك فيه أكيد، يعني لأنه راح نشتغل على هذا الثيم، فبالتالي بس شو اسمه، بس خليني ألاقي وقت بساعدك فيه. والله مليون بالمية. جميل جميل جدا. ف طيب هون كمان أنت حاطط ريفيوز مشكل ملون، جميل حلو كتير. في شغلات موجودة بالمتجر غريبة ما عم بفهمها إنه ليش معموله بهالطريقه، بس شويه هيك تعديلات. ايوه بدي اشوف الـ شو عم تستخدم تطبيق للاب سيل عند الكارت؟ شوف عندي كلارنا وعندي سويش. لا 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 ما بقصد دفع، اب سيل يعني. والله يمكن انت ما عم تعمل اب سيل اصلا، وانت كانك لاغي زر الكارت من الويدجت صح؟ طيب دقيقه لنشوف. انت مانك حاطط زر اد تو كارت، حاطط زر شراء دايركت. ايوه. ليش مانك حاطط اد تو كارت؟ عندي منتجات عم يطلع ومنتجات ما عم يطلع استاذ. معناتها هذا بسبب انت معناتها عامل اكثر من تمبلت للبرودكت. عم يطلع منه اد تو كارت، في منه بس انه تشوف المنتج، في منهم باي، يعني في عندي شوي عم ياخذك على الباي ناو. تمام. لانه بتعرف ليش؟ لانه انت بمتجرك هذا بالتحديد إذا بتعتمد على إنك مثلا هذا add to cart. دقيقة. لا ما 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 طلع. طيب تعرف ليش؟ لأنه بهاي الحالة أنت فيك ترفع كتير مبيعاتك على سلة الشراء. ها فهمتني؟ إن شاء الله نحكي مع بعض وبنشوفهم.
لانه بهاي الحاله انت عم تخسر كثير افريج يعني اوردر فاليو فيك ترفعه عن طريق الكارت، بس انت ما انك عم تعمل هيك بهاي النقطه. هالاسبوع قايت لي 2136 شخص على الصفحه. 2136 شخص، هدول كلهم جايين من التيك توك بهاي المرحله؟ كلهم من التيك توك. شاد عم تحط على التيك توك بالشهر تقريبا؟ تقريبا شي 600 يورو. بتحط لك 600 يورو وشاد بيجيب لك مبيعات؟ يقول لي كل 200 يورو عم يا زلمه. وقت بدك تقول الرقم على الصوت شلون؟ مرات 10 10,000 كرون، مرات 14، أنا بس اقل من 8. انا مانع بسمع شيء خالص. هلا هيك يا جماعه الصوت واضح والله زكاتكم. عم تسمع هيك استاذ؟ انا هيك عم بسمع تقريبا اقل شيء، يعني ما اجاني اقل من 8000 كرون. هلا فيك تقول لي اياهم باليورو؟ يعني 800 يورو، عم حط 200 يورو عم يجيني اقل شيء 800، يعني 800 وفوق. طيب حلو، يعني كل 200 عم بتجيب لك 800، معناتها 600 شاد عم بتجيب لك. احسبوا لنا اياها بالله، انا والله راسي مسكر من الصبح. اذا كل 200 800 يعني 1600 2400 تقريبا هيك شيء. قول 2400 عم بيجيك مبيعات، عم بتحط لك 600 ماركتينج. فينا نسالك شقد بتحط تكاليف على هاي المنتجات؟ إيه شلون انت قصدك ايش قد عم تكلف علي؟ ايه نحكي لا خلص يعني خيو بس اكسسوارز، خيو انا بدي افترض انه بكلف اذا مبيعات 2400 والله يا اوين ما يا اوين ما بكلفوك 300 يورو والله ما بتحط لك شيء. شوف انت بقى اللي بده يهتم بالشغله يقدر يشوف ايش قد عم تكلف. يقدر يروح يشوف. خيو خليني اقول 300 يعني بدي زدت لك المتجر 2000 بالشهر 1500. طب يا جماعه والله سبون فيها معلش يا سيدي. طلع بس اقول لك شغله، اول شيء كثير برافو عليك، ثاني شيء اقسم بالله وحش، ثالث شيء شويه تعديلات لمتجرك هذا المتجر بصير بيعمل لك اكثر، رابع شيء لازم تتعلم تعمل سكيلينج على التيك توك تمام، خامس شيء يا جماعه والله الكل يقول له مبروك ويقول له برافو عليك وتشجعوا اكثر. لا والله برافو عليك، كثير كثير برافو عليك. بس في شغله، في ناس دائما بتفكر انه انا قديش بدي اطالع، شقد ممكن اربح، شقد ممكن احقق، شقد ممكن يصير كذا، صح ولا لا؟ بس انا بسالك سؤال، هالشاب عمره 21 سنه عم يعمل بزنس صغير بزاويه هالبيت، موقع لا محل ولا في ولا روح، ايمت ما جيت على البيت بتشتغلون صح؟ ايمت ما جيت حالك فاضي بتطبق شو موجود، زدتهم بشركه الشحن، انت بتوديهم على شركه الشحن ها؟ بوديهم على الشحن تمام. وكل شهر بيحط له 1500 يورو بجيبه. طيب يعني لازم انا اطالع مليار؟ هلا مجرد انه بيتعلم له شويه تكنيكات جديده بيتعلم يعمل سكيلينج، هلا معناته لما نحن في كتير امور والله فينا نتعلمها من هي التجربه. يعني لما الناس بتروح بدها تتعلم بده يتعلم شلون اربط الفيسبوك وشلون اربط التيك توك وشلون اربط كذا يا جماعه والله ما انك مضطر تتعلمهم كلهم، والله مو ما انك مضطر تحط وقتك بانه انا اتعلم كل شيء منصات واتعلم كل هاي التفاصيل، ما في داعي. خلص هو مو عارف انه التيك توك عم يعمل معه شغل حلو، خلص ماستر ذس بلاتفورم، خلص بس تعلم شلون انا اكون ماستر بهاي البلاتفورم. مو ماستر يعني هو اذا بيرفع اداؤه على التيك توك 10% ال 1500 صارت خليني افترض مثلا 2000 كذا، عرفت؟ وشوي شوي، مانك مضطر تتعلم كل شيء، مانك مضطر كل يوم تبني متجر وتدمره، مانك مضطر تضل ليل نهار مقضيها على مواقع علي اكسبريس ولا سي جي دروب شيبينج ولا ديسر ولا اشتغل مع سبوكت ولا اشتغل مع ميتشوال دروب شيب ولا اعمل ولا اشتغل بنيش كذا ولا اعمل متجر عام. طب خليني اجرب متجر نيش، طب ليش ما افتح متجر جنرال واللي بينجح؟ يا جماعه هيك بتضل عم بتدور بهي الدوامه. اذا كنت انت شخص متفرغ 24 على 24 من شان تشتغل اونلاين بزنس لازم تجرب كل شيء، لانه خلص هذا صار عملك صح.
بس لما انت بتكون شخص عندك وظيفة، عندك شغل، ملتزم بدوام جامعي، مدرسة، ملتزم مع عائلة، انت بتعمل مشروع واحد وبتبلش بتشتغل عليه كل يوم شوي كل يوم شوي كل يوم شوي، وبعدين بتطلع عليه بعد سنتين وين راح بيكون، وين وصل، شو صار، فهمتني؟ ومن هنيك بتكمل. بس ما تضل بتعرفوا الهامستر لما بضل عم يفتل بقلب العجلة نفسها 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 عم تدور بمحلها، هيك ما بنطلع منها بحياتنا. أستاذ، يعني يعني مثال اليوم صار لي تقريبا شهر أسبوعين واقف، يعني ما عم بشتغل كثير، ما عم نزل فيديوهات. نزلت اليوم 6 من هدول، راح أعطيهم ببلاش وكله علي، راح بعتهم جيف أنا اواي. للزبائن. حلو واليوم جيف أواي، سويت 6 اليوم للشباب، حلو ربحوا من هدول اليوم، صار شوي تفاعل على الصفحة. بكرة، هلا بكرة في رواتب، بعد بكرة راح نزل هلا إعلان مدفوع، راح يصير في شغل. يعني شوي شوي واحد يتعلم كل شيء، يعني ما بده شيء. أعطيت 6، صار في شوية حركة بالصفحة، بكرة راح أطلق إعلان، راح ينزلوا الرواتب بسويت، إن شاء الله راح يصير في مبيعات. حلو جميل مظبوط. لانه لما بتبلش الناس بالمنطقه اللي انت عايش فيها لازم حتى تفهم الانفايرومنت، تفهم البزنس انفايرومنت، لانه البزنس انفايرومنت فيها 16 الف جانب، الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي، بيقول لك يعني هو مو عامل متجر اكسسوارز، هو بيعرف انه البلد اللي عم يستهدفه، الجمهور اللي عم يستهدفه، هو بيعرفهم امتى بيقبضوا رواتبهم، صح ولا مو صح؟ مده صح. لكن يعني بيعرف انه هن بهي المرحله بيقبضوا رواتبهم، فهن بيكون معهم فلوس يقدروا يشتروا هذا النوع من المنتجات. تفوت الصبيه تقدر تقول لحالها والله هالعقد هالطوق اللي عم شوفه قدامي والله جميل، ومعي مصرات اخذ راتبي، فخليني ابشبش حالي بالموضوع، وين المشكله؟ لكن ففي كثير امور فيك تتعلم منها من هذا الحديث. فيا جماعه بعتقد اني انا قريت كل الاسئله الرئيسيه اللي كانت مكتوبه. يومين شو يعني حطيت اعلان، سكيلينج؟ يعني تكبر هذا البزنس، تعمل له سكيل، شلون لما بتعمل هيك زوم بتكبر الموضوع. ايمن عم بيقول لك والله تفائلت كثير فيك وبرافو عليك، المهم عفوا كانه عم بتشوفني شغله. مثال حطيت اعلان قبل يومين، 70 70 يورو، اجاني 7 طلبيات وقفت مباشرة، عرفت خلاص ما في رواتب، ما في مصاري، وقفته. هلا بدي أطلقه مرة ثانية لما ينزل الرواتب، راح شوف راح يختلف شيء. لكن يعني واحد يتعلم من كيسه، ما بده شيء. ايه صحيح صحيح، شوي 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 انت بتصير بتعرف اكثر، بتصير بتعرف من وين تفوت من وين تطلع، كله مجرد عبارة عن عملية اعادة شلون بدي اقول لك، تضل عم تستثمر بحالك يا جماعة والله العظيم. احيانا يعني بقول لك مثال، المبارحة أو أول مبارحة لما حكينا على الكورس الجديد، في عالم أنا مو قلت، شوف والله يا وين أونيل، لما قلت لهم في كورس جديد في للناس، في عالم إنه أوكي كول يبقى منشوف لوقتها، في عالم بتقول لك تمام. مثلا أنا إيه قلت إنه بكرة أو بعد، مدري قلت بكرة أو بعد بكرة راح بفتح الصفحة للتسجيل. بتصدق في عالم بعتقد يعني 4 5 ماكس 6 يمكن تواصلوا معي فورا مباشره، تبع انا بدي اشترك، شلون بدفع لك، ايش بعمل، خلاص انه من الاخير اعطيني من الاخر، طيب لسه بدي استنى لتفتح ولا تنزل ولا كذا. في ناس خلاص بتستثمر بحالها والله يا جماعه، وانتم لازم تعرفوني انا ما اعملكم هذا الكلام من شان تروحوا تشتروا الكورس، تشتري ما تشتري تصطفل، هاي مشكلتك، هاي قرارك، انا ما راح يوقف حياتي وموضوعي على انك تشتري الكورس ولا لا. انا بدي اياك تعرف شغله، انا ما بشتغل على مبدا تبع اني اجي اعمل لك ايش من كان وامشي، لا خلص. انا ليش بستقصد اني اقول لك ايش بدك تتعلم بالكورس من شان تعرف انت كفايه شو تتعلم، عشان ما تقول لي انت قلت لي هيك وانا ما لقيت هيك، صح؟ فانا اللي علي اقول لك شو بدي اعلمك فيه، شو اللي موجود فيه، شو اللي فيني اساعدك فيه وامشي. هذا بعدين القرار، قرار عملية الشراء هو بيعتمد عليك. طبعا أنا من الطبيعي أعمل لك نوع من الماركتينج، ما نحن عم نحكي بالماركتينج يعني ما راح تمرق عليك، بس أنا علي أقول لك راح أعمل هيك، راح أسوي كذا، فيك تتعلم كذا، فيني أساعدك بهيك، وبعدين قرار تاخده ولا لا هذا الشيء بيرجع لك. وكمان فيك تروح تتعلم من اليوتيوب، اليوتيوب مصدر تعليم مجاني مفتوح،
انت هلا فوت على اليوتيوب، شو بدك؟ سياسة، علم، تجارة، شو بدك؟ فوت تتعلم اللي بدك اياه. فيك تتعلم مثلا موضوع السكيلينج اللي عم بقول له لأونيل عليه. انت هلا فيك تروح على اليوتيوب تكتب شوبيفاي سكيلينج ستور انتر، صح؟ بده يطلع لك فيديوهات، بدك تبلش تتعلم. اذا كنت انسان ذكي قادر وعندك وقت، قادر انت تنظم المنهج لحالك، تحدد شو بيلزمني شو كذا. بس في ناس ما بتقدر. فهمتني؟ في انواع كثير مختلفه. انا لما بقول لكم على الكورس هذا، على فكره جواب على سؤال حدا كتبه، الكورس الجديد بدك تعلمنا فيه كيف نكمل بعد ما وصلنا لمرحله الشاب. طبعا لانه انا بالكورس بدي احكي عن التسويق على منصات مختلفه، مع اني انا بعرف انه الستور اللي بدنا نعمله ما بيحتاج لانه نعمل على كل هاي المنصات، ولكن لازم انت تشوف كل شيء وتختار اللي بيناسبك والمنصه اللي بتناسبك. فلما بنحكي على التيك توك مثلا، اونير راح يركز بهذا القسم لانه بيلزمه، فهمتني؟ بس هو ما راح يلزمه فيسبوك لانه بيعرف ما عم بيجيب له شغل. مزبوط. فيا جماعه بالنسبه لانك يعني على سؤال الجواب على الكورس بدك تعلمنا هذا الشيء، إيه ان شاء الله. فيا جماعه لا تعقدوا الدنيا، التجاره على النت سهله والتجاره ربح وخساره، واحيانا بتزبط احيانا لا. لا تخافوا من الموضوع. ممكن تحدون، ممكن تحكون لنا قديش اجى للشاب اونيل اسمه الشاب، ممكن تحكون لنا قديش اجى كنسله على الطلبات، وكيف بتتعامل مع الاوردر لما الزبون بيكنسله؟ هاي الشغله اللي ما حبيتها بدروب شوبينج. هلا دروب شوبينج مثال كنسله، بدك تتواصل مع الشركه اللي بالصين اللي بالفرنسا، اللي انه هذا الزلمه كنسله، ممكن هذاك يكون باعته خلاص، وقعت طاسه براسك، انت بدك تاخذ المنتج وتدفع حقه خلاص ما راح ينباع معك. بس هون عندي خلاص ما بدك يا رجال يا عادي، في عندي لما عم بشتري الفراكت عم حط انه لازم اي ريتورن. ايوه خلاص عندي طلبات كتير سووها كانسل عادي، ومرات لما يسوي كانسل بكله خلاص رح نزل لك من سعره، المهم اشتري وجرب منتجي. يعني عم بخسر دائما، بس اوكي عم واصل عم واصل عم واصل، ما بده شيء. يعني حتى شو بدي اقول لك استاذ، اول كم فتره وصلوا العالم اجاهم الطلب عم يقول ما بدنا ندفع حقه، هاي ايام ال 10,000 الفاتوره وهيك، شو رح تحكي له؟ صحتين، يعني ما تخرب اسم محلك مشان الواحد رجع شغله، لا خلص صحتين خذوا مكمل، انا ما رح اوقف. شغله ثانيه، انا لما ايام ما كان وقت الاسترجاع كثير كان صعب، وكذيك الفتره خلص خليه عندك ما بدك ياخذه كبه، خلص على كبره رجع. يعني وانا كثير قلت هاي الشغله يا جماعه على اليوتيوب، ما رح رجع فرق. شوف هدول كلهم مدافعين، ايش عملهم؟ خلص راحوا. هدول ايام زمان، هدول ايام زمان مو دافعين، خلص راحوا ما راح احكي شيء فيهم. يلا مع ان شاء الله بيعوضك. فهمت شلون؟ يعني خلص راحوا طلع لقدام وتكبر هالموضوع. فراس لازم يكون في استشارات بعد الكورس لو سمحت. صديقي يعني والله موضوع الاستشاره شخص لشخص والله العظيم هو شيء جدا متعب، والله جدا متعب وبيحتاج وقت كثير. فانا بحاول دائما اتواصل كل يوم مع شخصين ثلاثه، بتصل بحدا مرحبا كيفك شو عم تشتغل شو عم تعمل اتعرف عليك شو فيني اساعدك كذا. ما قلنا انا هيك تعرفت عليه، عرفت؟ صار لي تقريبا شهرين عم بكتب لك اخر شيء وصلت والله، لانه بيكون في رسائل كثير مضغوط كثير. اذا يعني انت احسبها، اذا مثلا بيجي لك باليوم 10 رسائل، لا لا 10 بس 10 كل شخص بده يحكي معك مثلا 10 دقائق، ما بلومك 10 ب 10 راح ساعتين ما عليك ما بتقطعهم بتعملهم على ما يطلع الامل. اخر شيء وصلت لك حكيت معك وان شاء الله رح استفاد منك. ياك حبيبي تشترك بالكوش، لانه اليوتيوب ما رح اوكي رح تتعلم من اليوتيوب، بس اخر شيء رح توصل لمرحله ما بقى تعرف ايش بدك تعمل، بدك واحد يمشي معك ايوه يفرجيك الطريق الصحيح وان شاء الله. وانا بساعدك بنحسن هذا المتجر بشكل افضل ان شاء الله. بعدين بنركز على التيك توك، من اول شغله بنعملها اوديت للحساب تبع التيك توك، بنشوف شو في بقلبه، شو في داتا، شو في قصص، شلون فينا نعملها، نبني جماهير، نعمل كونفرجنز اكثر اكيد. طيب في شخص عم بيقول لي شو الفرق بين ووردبريس وشوبيفاي بالتجاره الالكترونيه؟ حاليا في جهود جباره عم تنعمل على ووردبريس. ووردبريس تعال انا بقول لك شو الووردبريس. طلع الووردبريس هو عباره عن موقع انعمل بيوم من الايام مشان العالم تكتب عليه مدونات،
أيام العالم كانت تعمل منتديات ومدونات، أيام زمان الإنترنت الجميل القديم تبع أيام زمان، منتديات وألعاب فلاش وهالقصص. فانعمل هذا الموقع، بعدين لما عملوه أوبن سورس، منصة مفتوحة، صارت العالم مطورين، هذا اللي يعمل له أداة تعمل كذا، هذا بيعمل أداة بتعمل كذا. فصار الوورد بريس عبارة عن كراج فيه تجميعة من إيش، في تطبيقات بتخطر على بالك مشكل ملون. إجت بيوم الأيام جماعة، شلة، مجموعة، شركة، اللي هو عملوا تطبيق اسمه ووكوميرس. الووكوميرس هو عبارة عن تطبيق صغير ملحق بالوورد بريس، جميل. فبيحول لك المدونة تبعية الوورد بريس، طبعا بيحولها لشو؟ لمتجر. بس فعليا لما انت بتفتح متجر على الوورد بريس، انت طلع شو عم تعمل؟ انت استخدمت منصة بنيت من اجل المدونات، بعدين انت جبت لها تطبيقات، احداها مثلا تطبيق بيعطيك، مثلا جبت لها ثيم مرتب، بعدين استخدمت تطبيق اسمه إليمنتور منشان نقدر نبني هذا الثيم بشكل جميل، بعدين جبت تطبيق ثالث اسمه وورد ووكوميرس منشان تحول هذا الموقع لمنصة تجارية، بعدين جبت كارت فلو منشان تعمل فونل منشان يصير مبيع. فيا جماعة، أنا بحب إنه لما بتشتغل على شيء اشتغل بالمكان الصح. وورد بريس هو مانو منصة تجارية، هو مانو منصة تجارية، أنت فيك تعمل على الووكوميرس شغل، بس هل أنت عم تشتغل بالمكان الصح؟ طيب انت ممكن يكون مثلا حدا عم يجادل بيقول لي مثلا ايه، بس في كثير عالم عامله شغل على الوورد، على الووكوميرس بالتحديد، على الوورد بريس. ايه صحيح، بس انت متخيل حجم المشاكل اللي بيواجهوها؟ على سبيل المثال، مشكله بالاستضافه، شركه الاستضافه على خلصت الريسورسز، وانت استهلكت كثير، ونوع الاستضافه تبعك شيرد هوستنج اللي ديديكيتد، امور معقده، تنظيف الكاش، لازم تحط كلاود فلير، لازم، عرفت كمية الزحمة والأدوات اللي أنت بحاجتها من شان متجرك يشتغل على الوورد بريس بالشكل الحقيقي والجميل والمنطقي. أنا بعتقد أنه أنت ما راح يضل عندك وقت لتعمل الشغل اللي لازم تعمله للمتجر. لذلك شوبيفاي لما بتقارنه بوورد بريس، أنا برأيي هاي المقارنة غير صحيحة. انت فعليا عم تقارن منصة تدوين إلها ملحقات، احداها ملحق تجاري اللي هو الووكومرس، بمنصة مصنوعة من الكور تبعها، من السورس تبعها، من شان تكون منصة تجارية. فهمت علي الفرق الشاسع؟ يعني فلما بلشت بتشتغل مع منصة صحيحة، في كتير أمور أنت ما بتعاني منها. يعني مثلا أنت شقد بالنسبة لك أونيل موضوع إدارة الأوردرات؟ لما بيجيك أوردر، كثير سهل بشوبيفاي، لانه وبلشت خلص هو صراحة عامل اول لك شيء تاب بالويب على طرف سايت. اسمه اوردر، بتفوت عليه بتلاقي هذا الاوردر، حاطط لك شو اللي صار تحت، ايمت دفع، ايمت كذا، وين عنوانه، بكبسه زر نسخت العنوان، لانه المنصه صنعت من شان انت تستخدمها لهذا الغرض، فهو الازرار اللي حاطط لك اياها هو عارفانك بحاجته. فهمتني؟ بس بالوورد بريس انت مو شرط تلاقي هذا الشيء، مع انه انا عندي متجر على الوورد بريس، ها؟ جربت انا كمان وورد بريس، كثير صعب كان بس يعني، يا جماعه كريه، كريه كثير، كثير كريه كثير كثير. كريه. حتى عم بدرس برمجة، قلت مشان اذا انا سمعت انه وورد بريس احسن من شوبيفاي بالبدايات، وفتت على البرمجة قلت راح بلش بالوورد بريس بعدين، بس اتعلم البرمجة، انه ايش الوورد بريس اكثر شيء يعني كتابة، ما في انه تحط شغلة مثل سهولة لا شوبيفاي. لا، شوبيفاي مصنوع من شان يكون منصة كثير سهل تجارية. بس بتعرف كثير الشيء الحلو بالوورد بريس؟ ممتع، ممتع، كريه وممتع يا كله زلمة. صح لحاله، كله بيستهلك لك لحاله. وقتك، بس يا زلمة أنا شقد بستمتع فيه لما بيطلع لي مثلا فكرة إنه الموقع بطيء، يلا بدك تسرعه، وبدك كله تعرف لحاله. الجافا سكريبت، وبدك تعرف تمسح الكودات المو لازمة، وبدك تعرف صح 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 بيفوتك بتفاصيل بيوسع لك مداركك كتير الوورد بريس. بس إذا بدك تشتغل تجارة إلكترونية، والله خطيتك برقبتي مثل ما بنقول بسوريا، روح على شوبيفاي، ومو على حبيبي. سلة وعلى زاد وزد وبابا شوب وفادر شوب ومدري مين، هدول منصات أمهات الليرة، نحن بدنا منصة أم العشرة. اللي من سوريا بيعرف شو قصدت بهذا المثل يكتب لي، لأنه أيام زمان لما كنت أنا بعمر طفولة صغار، كنا مثلا لما ناخذ، ما بعرف اذا اونيلت بتعرف هذا الجو،
انت بتوعى ايام لما كان الطفل مصروفه 5 ليرات مثلا باليوم؟ لا 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 ما بتوعى هاي؟ ما يا زلمه 5 ليرات كانت تخرب الدنيا، كثير امور لوز يعني، عرفت؟ فلما بتروح على المحلات مثلا ممكن تلاقي كيس شيبس حقه ليره، سعره ليره، وممكن تلاقي كيس شيبس بخمسه مرتب حجمه اكبر اطيب، بس في كيس شيبس بيكون كثير مرتب حقه 10، فهمت؟ فانا عم اقول لك نحن بدنا منصه ام العشره، مو منصه ام الخمسه ولا ام الليره، بدنا شيء مرتب. فالشوبيفاي ام العشره أحسن شيء. بالنسبه استاذ فراس كثير سلس، بس بالنسبه للرد على الرسائل انا من سنتين بتواصل معه وبيرد بسرعه ما شاء الله عليه. لكن والله احيانا بتكون انت بتكون شنصت معك انه لما انا فتت ارد على رسائل طلعت رسالتك اول شيء، فبرد عليها برضه. بس يا جماعه والله العظيم فيني هلا اروح طلع شامل، فيني اروح هلا اركب على الـ على الانستغرام وعلى الفيسبوك بوت، وهذا البوت شغلته يحكي معك ويرد عليك ولك، وانا الببرمجه اقسم بالله بعرف اعمله على كيف كيفك، بس عن جد بدك يحكي معك بوت ويقول لك مرحبا كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟ ماذا؟ لا 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 بولشيت صح ولا لا؟ فبس انطور علي، انا بحب انا اتواصل مع الشخص ومو حدا بيشتغل معي، لا لازم يكون انا اللي برد على الرسائل، فانا بحتاج وقت شوي بالموضوع. واللي كثير مستعجل يا جماعه انا عامل بموقعي صفحه انت فيك تحجز معي استشاره بتدفع ثمنها، فبالتالي انا بترك كل شيء من ايدي وبفرغ حالي ساعه زمان مشان اتواصل معك. صح ولا لا يا عونيل؟ صح شفته. في امكانيه الاستفاده من السوق الاوروبي والامريكي من البلدان العربيه؟ والله يا صاحبي انا يعني بالمانيا وما بتفرق معي وين المكان اللي عم تشتغل فيه، خلص طالما انت عم تستخدم الادوات الصح، عم تبحث بشكل صحيح، ما راح تفرق معي وين الشخص موجود لطالما عم بعمل له هذا الشيء. اخي فراس ممكن تورجينا متجرك الخاص؟ بشوفك يا بالكورس. على الاغلب استاذ فراس اشتغل بناء المواقع؟ ايه بشتغل طبعا كمان بناء مواقع. شلون لكن واشتغلت يعني حتى على الووردبريس اشتغلت بناء مواقع عاديه، مواقع انفورماتيف ويب سايت يعني، عرفت؟ انا بحب عالم بناء المواقع كثير جميل مسلي بالنسبه لي، مثل اللي جايب سياره عطلانه وعم بيصوج فيها، تماما هيك جو الووكوميرس. المتجر اللي انا عم نشتغل فيه على الووكوميرس صعب كثير ومعقد تماما، الفكره انه معقد الووكوميرس لانه يا جماعه والله لم يصنع لهذا الغرض، فهمتوني؟ مع انه يعني ترى بيخدمك يعني، عرفت؟ بس ما انصنع على هذا الشيء. عم بيقول لك انس، عم بيقول لك صديقي حط لوجو ليزري يكون عندي نت ضعيف، طلعت اشاره انفينيتي. الي هذا الحكي ولا الك؟ والله بعتقد الك. بتعرف ليش؟ هلا انا صفنت فيها، فهمت شو قصده؟ قصده انه انت اللوجو تبعك اللي حاطه، على فكره اللوجو تبعك كثير جميل، اللوجو اللي انت حاطه عم بيقول لك انه انت كانك مانك حاطط وراه اللوجو تبع الليزي لود. هذا كمان انا بشوف لك اياه بعدين، انه لما بيكون النت مو سريع عند اليوزر فمو ما راح يطلع اللوجو، فبتطلع اشاره انفينيتي بتضل بتلف لبين ما يتحمل اللوجو. عرفت شفته حكيت، بظن عم يحكي بهذا الشيء. والله ما فهمت بالضبط شو يعني لوجو ليزري، بس يمكن هيك صح، ما فهمت بالضبط. بتعرف موقع رخيص للطباعة على الطلب؟ والله أنا أكثر موقع طباعة على الطلب يعني شفته أسعاره ناسبتني هو برينتيفاي. هذا هو برينتيفاي، عملت عنده كثير قصص وشغلات حتى أرخص من برينتفول يعني، بس هذول الاثنين يعني أفضل شيء. يا جماعة أحيانا أنت لازم تدفع أكثر بس بتشتغل مع حدا قد حاله يعني، أنت بدك تشتغل برينت أون ديماند لا تروح تشتغل مع شركات أمهات الليرة، روح على خلص على الراس الكبير، مين احسن شركه بهذا المجال وافتح معها. صح. بيقول لك اخي اونيل حضرتك بلشت بالتجاره ولهلا كله كان لوحدك، كله بادارتك؟ عم يسال سؤال، واستشرت حدا مشان الحسابات والاعلانات مثلا؟ ما بعرف. كله بالانترنت. كله لحاله وتعلم عنه. كله بالانترنت استاذ. البرمجه على الووردبريس اقل كلفه من المبرمج. انا هيك كان مصروفي بصف الاول. ايه بربي والله على ايام الليره والخمسه بتذكر. انا بعرف انا مواليد 92، انا صاحبي يقول ايه يا جماعه الخمسه كانت تجيب ساندويتش فلافل مرتبه، كانت تظبطنا نظام الخمسه هذيك الايام يعني، امورنا حلوه لسه لما بيكبسوا لك 25 لانك عامل لك شيء شغله مرتبه.
يا زلمة بيكون الحظ ضحك لك. عندي سؤال دائما ببالي، ليش الشخص اللي بيشتري من متجرك ما بيفكر يروح على نفس المنتج او من امازون مثلا؟ شو انت بتجاوب اونيل على هذا السؤال؟ إذا فراس فتح متجر وجاب منتج وانت سويت نفسه وقلدته، ما راح تحس انك سويت شيء يعني. لا لا، بعتقد انت ما فهمتني بالسؤال. عم يسألك عمر، عم بيقول لك دائما في سؤال ببالي، ليش الشخص اللي بيشتري من متجرك ما بيروح على متجر تاني او يدور على المنتج على امازون؟ ليش لا يشتري منك يعني؟ في عالم كثير مو مهتم بهالموضوع ومو مطلع انه في عالم عم تجيبها من يعني من الصين وعم تبيعها هون وعم تحط عليه ثلاث اضعاف واربع. في عالم كثير انه خلص شفت هالمنتج طلع لي راح اشتري، عنده مصاري بده يشتري، مو مطلعين العالم كله مو حابه يعني، مو ما طلعت هالموضوع، ما تعلمت، ما تثقفت، ما مو هم الموضوع مين عم يجيب ومين عم يربح. تعرف يمكن مو مهمه، بتعرف شو الفكره؟ ما لهم علاقه بالموضوع، ما بي مو شغلته يعني. عرفت؟ خلص مين ما يربح يعني. انا بدي اسالك سؤال، مثلا اونيل عم بيقول لك انا عندي 600 700 اوردر لحد الان، خلينا نروح على مو قصدي روح افتحه، بس يعني خلينا نروح على الاوردر 436. مين ممكن يكون هذا الشخص؟ ممكن يكون امراه عمرها 34 سنه، بتشتغل مهندسه ديكور بشركه سويديه وساكنه مثلا باوبسالا. هاي ايش بعرفها بدروب شيبينج، ايش معرفه بعلي اكسبريس؟ لك حتى اذا بتعرف علي اكسبريس، هي بتعرف انه هذا موقع صيني وبده 1000 سنه ليجيب لي المنتج، هيك بتعرف. وبس هي بهمها انه انا بكره عندي دوام او عندي مناسبه وانا لازمني طوق، هذا الطوق طلع قدامي حلو. هذا من الناحيه اللي ليش بيشتروا المنتج. في شغله ثانيه هي لها علاقه بالماركتنج، اللي هي لازم يا جماعه والله نصيحه اقراوا عن هذا المصطلح، لانه بس فهمته بتعرف تماما شلون تبيع المنتج لما بتكون عم تشتغل مثلا دروب شيبينج بالتحديد، اللي هو الماركتينج بابل، اللي هو فقاعة التسويق. الماركتينج بابل مصطلح طلع فيه المفكر الكبير بالماركتينج، والله نسيت ايش اسمه، كوبلر يمكن، والله نسيت. المهم الماركتينج بابل عن شو بيحكي؟ بيحكي انه الانسان لما بيشوف شيء وبيحبه بيدخل بفقاعة، بيوصل لمرحلة انه بيعتقد انه هذا المنتج موجود بس هون، بيوصل لمرحلة انه بيفصل لدرجة ما بيخطر له يروح يدور عليه بمكان تاني. مثلا انت مستقل عدد الناس اللي بتفوت لعندك على المتجر وبتشتري، وهي ما عندها ادنى فكرة انه انت فيك اليوم تبحث على جوجل عن طريق الصورة، مع انه اذا اخذوا صوره المنتج وزبطوه على جوجل بيلاقوه بمليار متجر. عم تفهمني؟ بس في ناس اصلا ما بتعرف انه في هيك شيء. يا جماعه في ناس لما بتشوف قطعه على 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 الانترنت طلعت لها، ممكن تنادي مثلا بنتها او ابنها تقول له بالله تعال اشتري لي هي، شلون هي بتنشر، شلون بدفع له هذا، ايش ال... عم تفهمني؟ انت ما بصير تفترض بانه كل الناس بتعرف شو عم بيصير، بس انت لانك شخص يعني نحن 31 ونحن 33 شخص بهاللحظه، نحن بنعرف شو يعني دروب شيبينج، بنعرف شلون يعني في منتج بتجيبه، شلون يعني بتفهمني؟ بس الزبون العادي هو ما عنده ادنى فكره عن هاي التفاصيل، ولا بعمره فات علي دور فيها، ولا عنده فكره ايش الجو. فلذلك ما بيروحوا على الامازون، مع انه زرع على الامازون راح يلاقي مثله. ولما انت بتكون عامل اوفر منيح وهو عم بيعمل اوفر، تعال اشتري قطعتين وانا بعطيك قطعه ببلاش، وعم يطلع الاكونت منيح، تفاعل حلو، متجر شغال، توصيل سريع، سعره مناسب، ليش لا افضل اروح ادور عليها بغير مكان؟ 14 يوم اذا بدك ترجعه او لا يعني، وريتيرن بوليسي عامل شايف، ينبعث من سويت خلص، ما راح يحكي مع الصين بلغه انجليزيه، بلغه شو بده، مع مين بده يتواصل، خلص موجود هون المنتج. 30 كرون زيادة، 40 كرون يعني 40 4 يورو زيادة، 3 يورو زيادة، أو أحسن من أول على راسي إني أوصي من علي بابا و تمام. أمازون أو تماما. بعدين وين وصلنا هون؟ محمد مليم عم بيقول بستفيد من الكورس الجديد، خصوصا أغلب طرق الدفع والأصح كل طرق الوسائل. إن شاء الله يا صديقي، إن شاء الله، قول يا رب. أنت على كل حال، الجماعة اللي مهتمين
موضوع الكورس الجديد، والله انا وصلت لمرحله انه في شغلات صرت ما عدت اروج اركز عليها، خلص مهتم فيه. الرابط موجود بحسابي، عملت لك اليوم عنه فيديو بتلاقيه بالستوري، روح فوت عليه شوف شوف شو راح تتعلم، شو عم نحكي فيه، شو راح بيكون، اذا معلوماته بتلزمك. فيليب كوتلر، دخيل ربك، هذا هو المفكر، شو اسمه، الماركتينج. على فكره هذا الانسان كثير فنان، هذا الكتاب الماركتينج هو اللي كتبه. بتقرأ لفيليب كوتلر يا زلمة، طلع بنظريات تسويق شيء بيدوخ، كل شيء درسناه بالجامعة إلا شوي فكره يعني. وفي ريل بصفحتي عم بحكي فيه عن الكورس، صحيح في لايف بتلاقيه بالريلز لما بتفوت بتشوفه. بونسوار جايز، بونسوار، أهلا وسهلا. عن جد إنه بيخترن الناس كلها بتعرف بالمجال، ورح ياخذوا من البراندات وما رح يشتغل متجري، هذا أكثر سبب بيخلينا نتردد يمكن. تماماً، أنا لما بلاقي شيء جديد منيح، منتج حلو، فكرة جميلة، ما في داعي أقعد أصفن ألف صفنة مشان أعرف أشتغله ولا لا. يوم ديروا يشتري من غيري، خلاص الله معه سلامة. هو الواحد بس يتعلم شغلة بيفكر كل الناس بتعرفها وكل الناس بتشتغلها. صحيح تماماً، بس هذا ما بيعني إنه كل الناس بتعرفش يعني هذا المجال. فيا جماعة، نحن هيك ما بدنا نطول عليكم، ما نطول على أونيل كمان، نطول علي. فبتمنى كتير تكونوا استفدتوا، وأونيل أقسم بالله بشرفي، أنت كتير إنسان رائع، برافو عليك، واللي عم تعمله كتير شيء حلو، وخليك مكمل. بتمنى كتير ما يجي يوم هيك ندخل على متجرك نقوم نلاقيه واقع خلص إنه سكر بطل، فقول يا رب وكمل ولا تستسلم إن شاء الله. ولو شو ما صار تابع، ولما بتوصل لمرحلة overload وشغل كتير، خلاص وظف حدا معك، جيب حدا يشتغل معك. لا تفكر بفكرة أضل دايماً عم بشتغل لحالي، إذا شفته كتر وزع مهام، اشتغل مع ديليجيت، حط على غير حدا شغل كمان، عارفين؟ بيشتغل عندك، بيشتغل يعني بيدير باله على المحل أكتر منك تشتغل لحالك. تماماً. يعني على فكرة خلاص، وانت بتعرف ناس بتعطيها حقها، بتعطيها المبلغ اللي انت متفق معه، خلاص شو بيناتكم اتفاق، بيعمل لك الشغل وبيمشي ان شاء الله. فبرافو عليك، ولسه انت بس فكر لما بكره بصير عمرك 30 سنه، بعد شيء 9 10 سنين من هلا كمان عمر طويل، وبيكون انت في عندك متجر كبير فيه اكسسوارات والعالم بتشتري ومشهور على مستوى السويد. بدك تفكر بهديك اللحظة، ما بدك تفكر باليوم أنا شو وضعي. لسه أنت بسنة ونص، لسه هلا بلش، عرفت؟ فكر لقدام وقول يا رب. تمام؟ فأصدقائي اللي إن شاء الله بتواصل أستاذ أنا وأنت. أكيد. مشكور جدا جدا. أكيد حبيبي. ماشي يا جماعة، إلى هنا ينتهي حفلنا الكريم، على أن نلقاكم بحلقة جديدة، وتحياتي للجميع. سلام يا جماعة. سلام. سلام.